بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني الطلبة، سنقوم بشرح أضخم ملخص في الأعداد المركبة، يعني كل الأسئلة المتوقعة في الأعداد المركبة بالقانون مع المثال. إلا أني أنصح دائما الجميع بإحضار كراس وقلم يا أبنائي حتى تفهموا، وأتمنى من الله عز وجل أن يكون هذا العمل مقبول من عندي الله جل إلى الله جل وعلا. كما دائما في الأول، أنصحكم بنشر هذه المعلومات حتى تعم الفائدة على جميع إخواننا الجزائريين، وخاصة وإلى جميع إخواننا المسلمين عامة. وننطلق على بركة الله. قال: أول شيء نبدأ فيه هو أنواع المعادلات المطلوب حلها في مجموعة الأعداد المركبة. إذن نبدأ بالمثال رقم واحد. أعطيت لنا هذه المعادلة اللي هي 1 زائد اي زاد زائد 2 يساوي لنا 3 ناقص اي. هذه معادلة يا أبنائي هي من الدرجة الأولى، معادلة من الدرجة الأولى، يعني الأمر أصبح فيها بسيط. سننقل هذا إلى هذا الطرف، تصبح كما تلاحظون، إلا أن بين هذا وهذا في، فهذا ينتقل مباشرة إلى المقام كما تلاحظون هنا أبنائي. ومنه بعد الضرب في المرافق، يعني مرافق المقام اللي هو 1 ناقص اي، أصبحت هي القيمة أمامكم. إذن هذا هو حل هذه المعادلة، يصبح S يساوي لنا E. هذا هو حل المعادلة من درجة الأولى. الآن نأتي إلى الحل من هذا النوع، لما تعطي لك زاد وزاد بار مرافقها. أبنائي هنا عليكم بمتابعة ما يلي، عليكم بأن تضع الزاد هو X زائد إي إيجراك، والزاد بار هو X ناقص إي إيجراك، ونعوض هنا في هذه النشر. لاحظوا أينما تحصلنا، تحصلنا أبنائي على جزء حقيقي وجزء تخيلي. ينعدم عددا مركبا إذا انعدم جزءه الحقيقي، هذا اللي ما فيش الإي، والجزء كلمة و زائد يعني و، والجزء التخيلي. ها هي أمامكم، جعلناها كما تلاحظوا. هنا المطلوب هو إيجاد إكس وإيجراك. بعد يعني الحل هنا تقوم بحل جملة معادلة، وجدنا الإكس لاحظوا كم، والإيجراك لاحظوا كم، ومنه تعرفون أن الزاد يساوي لنا إكس زائد إي إيجراك. الإكس يصبح ناقص 2 والإيجراك ناقص إي. ما هو الحل أمامكم؟ هذا فيما يخص هذا النوع. نأتي الآن إلى النوع الثالث، تابعوا أرجوكم حتى تفهموا بإذن الله. النوع الثالث هي معادلة من الدرجة الثانية. بما أنها معادلة من الدرجة الثانية، فالمطلوب فيها هو حساب دالتا. الشيء الوحيد الأول يعني لم أذكره هو أنه في الأعداد المركبة ناقص 1 دائما يساوي لنا إي مربع، هذه تعرفونها. لاحظوا الدالتا كم، لما كنا في الأعداد الحقيقية لا يوجد حل، أما الآن لا، أصبح حل، لأن لاحظوا هنا يصبح دالتا يساوي لنا إي مربع، ومنه جذر دالتا يساوي لنا كم؟ إي، لأنها يخرج هذا من الجذر بإي. يصبح مجموعة الحلول، إذن ها هو تصبح الحلول ما هي؟ زاد يساوي لنا ناقص ب ناقص جذر دالتا على 2 أ، ونعوض يعني عندنا البي ها هو أمامكم، وعندنا الأ ها هو، وعندنا جذر دالتا، وقمنا بحساب. لاحظوا أبنائي ها هم الحلول أمامكم، زاد 1 وزاد 2 فقط. الآن نكمل مع الصفحة الثانية. الآن الحالة الثالثة، لما يعطينا معادلة من الدرجة الثالثة، أكيد السؤال الأول ماذا يقول لك؟ يقول لك أحسب بي لي 2، يعني لا يمكن لك حل هذه المعادلة إلا إذا أعطيت لك بعض المعطيات. بي لي 2، أبنائي بي لي 2 أكيد لما نقوم بحسابه أكيد ومئة بمئة نتجدونه صفر، عوضوا هنا ستجدونه صفر، فيصبح ماذا؟ تقول القاعدة كلما استخرجت حلا للمعادلة تصبح هكذا، بي لي زاد الحل ما هو؟ هو 2، تصبح زاد ناقص 2 في هذا من الدرجة الأولى. بقي لنا من الدرجة ماذا؟ الثانية، أ زاد كاري زائد بي زاد زائد سي. لما تنشر، لو تنشر لاحظوا تجد زاد قوة 3. والأعداد كيف نجد؟ يعني نجد هذه الأ والبي والسي، الأعداد نجدها بالقسمة الإقليدية أو النشر والمطابقة، تعرفون هذا، يعني يقوم بعملية النشر هكذا هكذا،
ربما سنشرحها، ربما فيكم من لا يتقن هذه العملية احتراما له. ماذا نفعل؟ نقوم بعملية النشر أمامكم. لاحظوا تصبح ماذا؟ تصبح زاد أ زاد قوة ثلاثة زائد ب زاد مربع زائد س زاد، لاحظوا جيدا، ناقص اثنان أ زاد مربع ناقص اثنان ب زاد ناقص اثنان س. الآن نرتب القوى، أ زاد قوة ثلاثة زائد، لاحظوا عندكم هذا وهذا يصبح ب ناقص اثنان أ في زاد، وعندكم هذا مع هذا زائد س ناقص اثنان ب في زاد ناقص اثنان س. نطابقها يا أبنائي مع العبارة الأولى، لاحظوا هي العبارة الأولى أمامكم اللي هي زاد قوة ثلاثة زائد، هنا قلنا التربيع، زائد اثنان زاد ناقص ستة عشر. لاحظوا أبنائي، لاحظوا بالمطابقة، الأ هو العدد المضروب في زاد قوة ثلاثة، يصبح الأ مباشرة كم؟ واحد. اثنان، لاحظوا ب ناقص اثنان أ، ب ناقص اثنان أ يساوي هذا قوة اثنان، وهنا أصلا هنا لاحظوا قوة اثنان وهنا قوة اثنان، كم يصبح يساوي لنا اثنان؟ بعدما نعوض هذا هنا كم يصبح؟ ب يساوي لنا ناقص اثنان يساوي لنا ب يساوي لنا أربعة. نعم، ونأتي بقي لنا السي، لاحظوا السي بأبسط الطرق، هذا الذي لا يوجد له زاد يساوي الذي لا يوجد له الزاد، كم يصبح السي؟ يصبح كم؟ يصبح ناقص ناقص 16 على ناقص 2 كم تساوينا؟ 8. إذا ها هم الثوابت وجدناها بهذه الطريقة، أنا مثل ما وجدتهم هنا، ونكمل الحساب هكذا. المهم هذه قمت بشرحها حتى يفهم الطلبة الكرام كيف نعمل. الآن بما أنها إذا هذا وجدنا حل، يبقى هذا انتهى حله، تبقى يعني أن نحل هذه القيمة، لأن عندنا قاعدة ماذا تقول؟ تقول أ في ب يساوي صفر، يا إما أ يساوي صفر أو ب يساوي صفر. الأ يساوي صفر هو هذا، أو هذا يساوي صفر، إلا أن هذا يا أبنائي لاحظوا أرجوكم وتابعوا نقطة بنقطة، يصبح ماذا؟ يصبح أن هذا يساوي الصفر، وهذا معادلة من الدرجة الثانية. قمنا بحساب دلتا، لاحظوا كم وجدناه، وجدناه ناقص 16، إلا ناقص 16 يا أبنائي هي قيمة سالبة، لكن اعلموا أن الناقص هو إي مربع، معنى يصبح لنا دلتا يساوي 16 إي مربع، لما نجعل له الجذر تساوي 4 إي. ها هي أمامكم، ومنه الحلين بنفس الطريقة، وجدنا الحلين ناقص بي على ناقص بي ناقص جذر دلتا على 2 أ، ها هو الحل الأول، والحل الثاني يأتي مرافقه مباشرة، تصبح كم حل لهذه المعادلة؟ تصبح لنا ثلاث حلول، ها هي أمامكم، الاثنان وزاد واحد وزاد اثنان. الآن نأتي إلى المثال السادس، تابعوا جيدا، تابعوا أرجوكم، ها هو المثال السادس، هي معادلة إلا أن نلاحظ قمنا بإتيان بهذه القيم إلى هذا الطرف تصبح هكذا. هذه عليكم بالتركيز معي، إن حلي المعادلة يعني إيجاد الجذرين التربيعيين. كيف نجد الجذرين التربيعيين يا أبنائي؟ الجذرين التربيعيين لأن عندنا أصبحت زائد مربع يساوي لنا 3 زائد 4 إي. لإيجاد الجذرين التربيعيين ماذا نقول؟ تابعوا أرجوكم، نقول ليكن هذا الجذر ما هو؟ يصبح معنا كأنما زاد، لاحظوا كأنما زاد يساوي لنا دلتا. هذا الدلتا ما هو؟ مركبته ما هو؟ الدلتا ما هو؟ هو إكس، لاحظوا، زائد اي ايغريك. هذا الزاد يساوي لنا دلتا مربع، دلتا مربع، تابعوا الدلتا هذا عدد مركب فقط، لا سميته دلتا فقط، يصبح كأنما الدلتا يساوي لنا دلتا، قلت هو او سميه عدد اي عدد كان اكس زائد، لما نربعه ماذا تصبح؟ لاحظوا جيدا، لو نربعه يصبح لنا اكس مربع ناقص ايغريك مربع زائد 2 اكس ايغريك اي. يتساوى عددان مركبان يا أبنائي، إذا ماذا تساوى؟ إذا تساوى الحقيقي، ها هو الحقيقي، مع الحقيقي، ها هو الحقيقي، والتخيلي، ها هو التخيلي، مع التخيلي هذا العدد، وطاولة هذا العدد، طاولته اللي هي x مربع زائد y مربع، تساوينا طاولة هذا العدد. اللي هي 9 زائد 16 25
25 تعطينا يعني الطاولة تاع هذا العدد اللي هي 5. ها هي أمامكم، لاحظوا كيف فعلنا. والمطلوب يا أبنائي هو إيجاد الإكس والإيجراك. وجدنا، لاحظوا، وجدنا الإكس، يعني أولا كيف نفعل؟ ما رأيكم بأن نقوم بجمع هذه مع هذه، يذهب هذا مع هذا، ونستنتج قيم. وبعد الحل وجدناها، هم الحل أمامكم بعد حل الجملة لإيجاد إكس وإيجراك. ربما يقول فيكم يا أستاذ أنا لم أفهم، سنشرح ولدي. قم بجمع هذا مع هذا، كم يعطي لك؟ يعطي لك اثنان، لاحظ، يعطي لك اثنان إكس مربع يساوينا هذا مع هذا 8، يصبح إكس مربع يساوينا 4، يصبح إكس يساوينا 2 أو إكس يساوينا ناقص 2. نأتي بالقيمة الأولى نعوضها هنا نجد الإيجراك، ثم نأتي بهذه نعوضها هنا نجد الإيجراك الثاني، وها هي الحلول أمامكم. حلول هذه المعادلة من هذا النوع فقط، يعني اللي تسمى لي الجذر التربيعي. نأتي الآن إلى الحالة السابعة. قال مثال، هذه معادلة وش من درجة ومن أي درجة؟ من درجة الرابعة. لحلها، لحلها درستم تبديل متغير، يعني نضع مثلا ال، مثلا زاد مربع يساوينا ال، او تي لا يهم يساوينا ال. لاحظوا ماذا تصبح عندكم هنا؟ ال مربع ناقص 6 ال زائد 25، ها هي امامكم. مع دائما ابنائي لا ننسى هذا الشرط الذي وضعناه نحن بعد، يعني قمنا بحل دالتا وجدناه كم؟ لاحظوا هنا وجدناه ناقص 64، اللي هي جذره يصبح 8 اي، 8 اي. لاحظوا ها هو جذره. استخرجنا الآل واحد والآل اثنان، ثم نعيد، لاحظوا جيدا، قلت ثم نعيد، أرجوكم تابعوا. وجدنا الحلين، لاحظوا تابعوا أرجوكم يعني حتى تفهموا. وجدنا الحلين لآل آل واحد وآل اثنان هما هذا اللي تلاحظون، إلا أن علينا أن نرجع إلى الأصل هنا. لاحظوا، لاحظوا كيف نفعل. قال يعني نأتي بالقيمة هذه التي وجدناها نضعها هنا، والقيمة الثانية كذلك نضعها هنا. إن حلول المعادلة يعني إيجاد كذلك جذرين تربيعيين مثل ما كنت أشرح هنا، مثل ما كنت أشرح هنا، مثل ما شرحت هنا. قلت نضع مثلا دالتا يساوي إكس زائد إي إيجراك، هذا الدالتا حيث زاد يصبح هو دالتا مربع، مثل ما فعلت هنا أبنائي. يعني وبعدها تجدون الجذر، جذرين لهذا العدد وجذرين لهذا العدد، تجدون أربعة حلول. ها هي أمامكم أولادي، ها هي أمامكم. الآن عندنا لما يعطي لك جملة معادلة، ثامنا تابعوا أرجوكم، لا يهم تابعوا. لما يعطي لنا نعم وقال ارجع للمثال، يعني للفيديو، نرجع إلى الفيديو الأول لأن وجدنا حلوله، وها هم الحلول أمامكم. الآن مثال الثامن، أعطينا جملة معادلة عفوا، وقال لنا أوجد زاد وزاد واحد وزاد اثنان، كيف نفعل؟ ما رأيكم مثلا أبنائي أن نجمع مثلا هذا مع هذا؟ يبقى ماذا؟ يبقى اثنان، يبقى لنا اثنان زاد واحد يساوينا، ونجمع كذلك هذا مع هذا مباشرة. ها هي قد وجدنا الزد واحد. بعد ما وجدنا الزد واحد عليكم أن تعوضوا في أحد المعادلات، يا إما هنا يا إما هنا، تجدنا زاد اثنان، هاي الحلول فقط. الآن كذلك عندنا مثال آخر، تابعوا جيدا. عندنا لما تكون، عفوا تابعوا، ستفهمون بإذن الله، ويحل مشكل الأعداد المركبة إلى الأبد. لاحظوا عندنا المثال التاسع، زاد على زاد ناقص اثنان يساوي لنا زاد كذا كذا. المهم ما هي الآن؟ نجعل الكروازي، يعني هذا، لاحظ هذا مقامه كم؟ واحد، يصبح هذا في هذا يساوي هذا في هذا عفوا، لاحظوا كما تلاحظون، وننشر ونجعلها معادلة صفرية. حسبنا دالتا وجدناه ونتجت الحلول العادي كما تلاحظون هنا، لا يوجد أصلا الإي لأن الدالتا ظهر لنا هو عدد حقيقي موجب. الآن نكمل، يعني قلت هنا أبنائي الدالتا ظهر أنه عدد موجب، إذن تظهر مباشرة، ها هي الحلول أمامكم، لا يوجد فيها أصلا الجزء التخيلي، لأن
12 ما هو؟ هو 2 جذر 3، لا يوجد أصلا الجزء التخيلي فقط. نأتي الآن إلى المثال. إذا ها قد انتهت مجموعة حلول المعادلات من هذا النوع. نكمل الآن، نأتي إلى الجزء الثاني، الشكل المثلثي لأعداد مركب. الشكل المثلثي لأعداد مركب، انتبهوا أرجوكم أبنائي حتى تتعلموا كل شيء. لاحظوا ودائما تتابعوا أين المكان الذي أشرح فيه حتى تنتبهوا. قال يمكن أن نصنف مجموعة الأعداد المركبة إلى 3 أنواع. الأعداد الحقيقية، لاحظوا الأعداد الحقيقية، يعني مثل 5 1 ناقص 4 8، هذه أعداد حقيقية، حتى ولو جذر 3 ناقص جذر 3، المهم أعداد حقيقية. لاحظوا ماذا تقول القاعدة. طاولته هي القيمة المطلقة، طاولته هي القيمة المطلقة، مثل هذا طاولته 5، طاولة هذا هي 4، طاولة هذا هي جذر 3. تابعوا. وعمدته، العمدة اللي هي لارج، تابعوا أرجوكم حتى تفهموا. العمدة اللي هي لارج، إذا كان هذا العدد مثلا مثل 5، زاويته 0 لأنه موجب. إذا كان ناقص 5 زاويته بي. لماذا؟ لأن لاحظوا سأشرح هنا بالشكل. العدد 5 هو هنا، لم ينطلق بعد، إذا زاويته 0. ناقص 5 آتي في هذا المكان، لاحظوا الزاوية كم؟ هي بي. هذا الأمر الأول. مثلا لو نلاحظ إلى مثال، ربما لهذا علينا أن نحذر من كل شيء. لو أعطينا مثلا زاد يساوي لنا 1 ناقص جذر 3، طاولة هذا العدد كم يا أولادي؟ طاولته القيمة المطلقة اللي هي تصبح جذر 3 ناقص 1. انتبهوا، لأن هذه القيمة هي قيمة، هي هذه القيمة، لو هو جزء، هذا العدد هو عدد حقيقي، احذروا، لا يوجد فيه جزء تخيلي. طاولته القيمة المطلقة، هو في أصله هو عدد سالب، لكن القيمة المطلقة تجعله قيمة موجبة، يصبح هكذا، يصبح جذر 3 ناقص 1. احذروا، هذه هي طاولة هذا العدد زاد. وهذا العدد هل هو سالب أم موجب؟ لو تقوم بحساب بالآلة الحاسبة تعطيكم 1 ناقص 1.73، تعطينا قيمة سالبة. إذا فز لارج هذا العدد اللي هو زاد يا أبنائي احذروا، هو بي، لأنه عدد حقيقي سالب فقط. هنا يعني هذه للتحذير فقط، لحتى ينتبه جميع أولادي إلى كل شيء. الآن نأتي إلى المثال ب، الأعداد التخيلية الصرفة. كلمة صرفة يعني لا يوجد فيه الجزء الحقيقي. مثلا يعطينا زاد يساوي مثلا 2014 اي. لاحظوا الطاولة هي القيمة المطلقة فقط، خذوا هذا العدد فقط مهما كان. ولو أعطي لنا مثلا هكذا 2 اي جذر 3، طاولة هذا العدد يا أبنائي هي 2 جذر 3، اذهبوا عن الاي. قال ولو كانت هكذا، وحتى ولو كانت قيمة مطلقة. زاويته إذا كان عدد موجب، لا يوجد فيه الناقص هنا، زاويته بي على 2، ها هي أمامكم العمدة هي بي على 2. إذا كان سالب يعني ناقص مثلا 2014 اي ناقص بي على 2، وتنتهي القضية مباشرة. كل عدد تخيلي صرف، انتبهوا، كل عدد تخيلي صرف، قيمة الطاولة هي قيمة مطلقة، انزعوا الاي وانزعوا الناقص. وعمدته إذا كان موجب 90 هي بي على 2، وإذا كان سالب ناقص بي على 2. انتهت كل شيء. الآن نأتي إلى جيم. الأعداد العدد زاد، ها هو العدد زاد. الطاولة، ما هي الطاولة؟ أبنائي الطاولة هي الحقيقي مربع زائد التخيلي مربع، ها هي الطاولة. ولتعيين العمدة اللي هي زاوية، ماذا تقول القاعدة؟ تقول الحقيقي على الطاولة، والسينوس يقول ماذا؟ التخيلي على الطاولة، حيث R معروفة هي الطاولة. نذكر أبنائي بعض الأمثلة هنا. عندنا ننتبه فقط، فيها أشياء ربما هنا لا نريد أن نتحدث عنها كثيرا، لاحظوا سنقوم بمسح هذا الأمر، لا يعنينا. قال اكتب الأعداد المركبة التالية على الشكل المثلثي. انتبهوا إلى الشكل المثلثي هذا، ننتبه، هذا عدد حقيقي موجب، قيمته المطلقة الطاولة كم؟ 2. الطاولة كم؟ 2، ها هي أمامكم. وبما أنه موجب زاويته 0، لاحظوا، أعلموا أن الشكل المثلثي أبنائي لأي عدد مركب تعلمون هو الطاولة في كوس
الزاوية زائد اي في سينس الزاوية. انتبهوا، وهذا الشكل المثلث، والشكل الأسي مباشرة هو ار في أسية الزاوية هكذا. إذا هنا ننتبه إلى هذا المثال، تابعوا أرجوكم، تابعوا أين يوضع القلم هنا. بما أنه عدد حقيقي موجب، طاولته 2، زاويته 0، ها هو أمامكم. لو هذا جعلناه إلى الشكل أسي كيف يصبح؟ يصبح زاد 1 يساوي لنا 2 في أسية 2 إي بي 2 إي بي 2 إي بي. هذا هذه هي كتابة لهذا العدد. فيكم من يقول يا أستاذ صفر، صفر هو نفسه 2 بي. الآن نأتي إلى هذا المثال الثاني، لاحظ المثال الثاني، تخيلي صرف طاولته القيمة المطلقة يعني الواحد، زاويته بما أنه موجب بي على 2، ها هو الشرح، ها هي أمامكم، زاد، نعم زاد قلنا 2، ها هو أمامكم الحل، لاحظ طاولة 1 والزاوية بي على 2. نأتي الآن إلى المثال الثالث، تابعوا أرجوكم وسأشرح كل شيء إلا عليكم بالانتباه معي فقط. لاحظوا نأتي إلى المثال هذا، كم الطاولة؟ لو تحسبوها هي جذر 2، لأن هذا مربع زائد العدد اللي مضروب في الإي مربع، يصبح جذر 2، كوس تيتا يساوي ماذا؟ كوس تيتا يساوي الحقيقي الحقيقي على الطاولة، تساوي لما ننطقها تصبح جذر 2 على 2. لاحظوا الزاوية الشهيرة هنا معروفة يا أبنائي، عليكم بحفظ الزاوية الشهيرة، أرجوكم حفظ الزاوية الشهيرة حاجة يعني شيء ضروري. لاحظوا سناء هنا زاوية، عندنا الكوس وعندنا السينس تيتا تيتا. الزاوية الأولى هي بي على 6، كم؟ بي على 6، نبدأ بالصفر، الصفر كوس 1 سينس 0، الزاوية بي على 6 هي 30 درجة، كم؟ جذر 3 على 2 ونصف، ننتبه فقط، وعليكم بحفظها، عليكم بحفظها لأن لم يبقى إلا القليل البكالوري، لهذا انتبهوا. هكذا عندنا الزاوية بي على 4 هي جذر 2 على جذر 2 وجذر 2 على جذر 2، ننتبه، والزاوية بي على 3 نصف نصف وجذر 3 على 2، يعني هي والزاوية 30 درجة معكوستان، والزاوية بي على 2 اللي هي 90 درجة عندها 0 و 1، وعندنا الزاوية بي اللي هي 180 ناقص 1 و 0. هذه عليكم بحفظهم عن ظهر قلب، أما بقية الزوايا تلك هي لا يهم، لا تهمنا أصلا، وإنما عندنا مخطط واحد نجدها به. كيف؟ لاحظوا إكس وإيجاك، انتبهوا أرجوكم حتى تفهموا. الآن يعني كيف أفعل يا أولادي؟ عندنا كم قلنا الزاوية هذه الشهيرة؟ فيكم من يقول يا أستاذ ولو ظهرت هنا عندي الناقص، لا تهتم لها، لا تهتم هذه الناقص ولا تهتم أي شيء، اهتم إلى القيمة المطلقة لهذا الكوس الذي ظهر عندنا هذا فقط. كيف؟ ما هي الزاوية الشهيرة هنا؟ أكيد ستقولون هي بي على 4. الآن نأتي إلى الإكس لهذا العدد موجب والإيجراك موجب، تقع في هذا المكان، إذا وقعت الزاوية في هذا المكان نقول بي على 4. يا أبنائي لو جاءت هنا مثلا هذا سالب وهذا موجب، نقول القاعدة انتبهوا لها، بي ناقص بي على 4، يعني بي ناقص الزاوية الشهيرة. لو جاءتكم هنا يعني جاءت كل الأعداد يعني مكتوبها كناقص 1 ناقص اي، تأتي هنا بي زائد الزاوية الشهيرة التي هنا في الجدول، وجاءتكم هنا مثلا جاءت مثل 1 ناقص اي، تعطيكم هنا ناقص الزاوية الشهيرة فقط، مهما كانت صعوبة الأعداد ستجدها بهذا المخطط فقط. إلا أن قلت لا هنا في الكورس لا تهتم الإشارات فقط، لا تهتم لها، اهتم إلى الجدول الذي ذكرته هنا فقط، وقم بتعليم تلك العدد هذا العدد ولا أطبق عليه الخطط هذه. إذا مباشرة ماذا تصبح؟ ها هي أمامكم، إذا هذا موجب موجب، تقع الزاوية هنا، إذا ها هو أمامكم. نأتي إلى المثال الرابع، لو نأتي إلى المثال الرابع ونحسب الطاولة كم؟ 2،
طاولة اثنان. ها هو المثال الرابع، الزاوية الكوس، الكوس ماذا يصبح؟ الحقيقي على اثنان. ها هي الزاوية الشهيرة، لاحظ ما هي الزاوية الشهيرة؟ هي بي على ثلاثة. لاحظوا ها هي بي على ثلاثة، أنا لم أنتبه إلى الناقص لأن الناقص لا يهمني. بي على ثلاثة، الآن موقعها سالب موجب، تقع هنا، يعني تصبح بي ناقص بي على ثلاثة. كم تعطي لكم؟ تعطي لكم اثنان بي على ثلاثة، واحد المقام، وهو الجواب، ها هو أمامكم. الآن نأتي إلى المثال الخامس. المثال الخامس كنت أشرحه من قبل، لاحظوا المثال الخامس، انتبهوا. هذا العدد شرحته، هذا العدد هو عدد حقيقي أولا، يعني طاولته هي القيمة المطلقة، قيمة مطلقة هكذا، اللي هي تصبح جذر ثلاثة ناقص واحد، ها هي أمامكم. إلا أنه سالب، إنه سالب، لأن لو تحسبه بالآلة الحاسبة تجده سالب، والسالب قلنا ما هو؟ كل عدد حقيقي سالب زاويته بي، ها هي أمامكم. نأتي الآن إلى المثال السادس، ها هو المثال السادس يا أولادي. المثال السادس، ننتبه أرجوكم. المثال السادس يعطي ماذا؟ يعطي لنا هذا الشيء، كم الطاولة؟ اثنان. الكوس يساوي لنا الحقيقي على الطاولة، لا تهتموا إلى الناقص، اهتموا إلى هذا الشيء. ما هي الزاوية التي كوس لديها؟ هو بي على ماذا؟ جذر ثلاثة على اثنان، قلت الناقص لا تهتموا له، جذر ثلاثة على اثنان، ها هي أمامكم الزاوية الشهيرة. الآن أين موقعها؟ سالب سالب، ها هي أبنائي أين موقعها؟ تصبح بي زائد بي على ماذا؟ ها هي أمامكم الزاوية الشهيرة، قلنا ها هي الزاوية الشهيرة، على بي على ستة، تصبح كم؟ سبعة بي على نعم سبعة بي على ستة، ها هي أمامكم. قمت بتوحيد المقام، يعني هنا ستة وهنا في ستة. نأتي الآن إلى المثال الثامن، نأتي إلى المثال الثامن، المثال السابع، لاحظوا لم يظهر لي جليا. المثال السابع، لاحظوا أرجوكم، لو تأتوا إلى الطاولة كم تجدونها؟ تجدونها ثمانية، جذر ثمانية اللي هي اثنان جذر اثنان. يأتي إلى الكوس يساوي لنا، لاحظوا يساوي لنا اثنان على اثنان جذر اثنان، يساوي لنا نصف، لا يساوي لنا واحد على، لاحظوا يساوي لنا واحد على جذر، لاحظوا انتبهوا فقط، يساوي لنا واحد على جذر اثنان، اللي هو اثنان جذر اثنان على اثنان. الزاوية الشهيرة واضحة أمامكم، هي كلكم تقولون إنها بي على أربعة. الآن يبقى الموقع، أين موقع هذه الزاوية؟ تقع في الربع هذا، موجب تقع في الربع هذا، انتبهوا، تقع في هذا الربع، وهذا الربع تقول القاعدة ناقص الزاوية الشهيرة، ها هي ناقص الزاوية الشهيرة، لاحظوا. نأتي إلى المثال الثامن، ها هو المثال الثامن، أصبح مثالا بسيطا جدا. كل عدد تخيلي صرف، لأنه عدد تخيلي صرف، هذا راقبه جيدا، كل عدد تخيلي صرف، كل عدد تخيلي صرف طاولته القيمة المطلقة، يعني هي اثنان، زاويته إذا كان موجب بي على اثنان، إذا كان سالب ناقص بي على اثنان، وهذه سالب، هو المثال أمامكم، وانتهت القضية فقط. الآن نأتي إلى جزء. الشكل الأسي لعدد مركب غير معدوم. تابعوا أبنائي، عليكم دائما قل بالتركيز في المكان الذي أشرح فيه، أنا أشرح هنا، ركزوا على هذا العنصر حتى لا تتشرد بكم الأفكار. قال انظر إلى العدد زاد أربعة، كم؟ إذا زاد أربعة، لاحظوا جيدا، لو نحسب الطاولة كم؟ اثنان، والزاوية ماذا؟ الزاوية قلنا كوس تيتا يساوي لنا الحقيقي على الطاولة، لاحظوا الزاوية الشهيرة ما هي؟ الزاوية الشهيرة هي بي على ثلاثة. الآن نأتي إلى الموقع، سالب موجب، هنا قلنا بي ناقص الزاوية الشهيرة، ناقص الزاوية الشهيرة تعطينا اثنان بي على ثلاثة، ها هو أمامكم. ماذا يقول الشكل الأسي؟ قلنا يقول الطاولة في أسية الزاوية، ها هي. مثال، نعتبر العدد المركب، ها هو عدد المركب أعطي لنا،
أكتب على الشكل الجبري، أكتبه على الشكل الجبري، يعني يريد منا أن نتحول من الشكل الأسي إلى الشكل الجبري. لاحظوا جيدا، من الشكل الأسي إلى الشكل الجبري، هذا أمر أساسي لأن الأكثرية في التحويلات النقطية لإيجاد صور بعض الأعداد، صور بعض النقاط. كي ننتقل يا أبنائي من الشكل الأسي إلى الشكل الجبري، علينا أن نمر بالشكل المثلثي. هيا نكتب هذا إلى الشكل المثلثي. ماذا يصبح؟ يصبح الطاولة في قوس الزاوية، نعم، طاولة في قوس الزاوية زائد إي في سين الزاوية، ها هي أمامكم. إلا أن هنا عليكم أن تركزوا معي، عليكم أن تركزوا معي كيف نحسب هذه القيمة، 7π/6. انتبهوا، نأتي بالآلة الحاسبة ونبحث على أي ربع هي. لاحظوا أرجوكم، هي 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 بي، هي الزاوية الشهيرة تظهر هنا، هي بي على 6. لاحظوا هي بي على 6، الزاوية الشهيرة بي على 6، معناها قيمها هي جذر 3/2 ونصف، هذه يعني الكوس والسينس. إلا أن أي موقع هي، نأتي بالآلة الحاسبة معي، لاحظوا جيدا ونقول كيف، تابعوا أرجوكم، يعني كيف نتخلص، عفوا، كيف نتخلص من نقول 7π/180/6، يمكن أن نقول هكذا، نعم، صبح هكذا، 7π/180/6، أعطيت لنا 210، 210، لاحظوا أبنائي، لاحظوا، أرجوكم حتى تفهموا. هنا 0 90 270، وهنا 180. إذن الزاوية هي أين؟ قلنا كم؟ هي أمامي في الآلة الحاسبة 210. 210 يا أبنائي تقع في هذا المكان هنا، يعني لاحظوا، لا يعني لا تشغلوا أذهانكم نهائيا. أولا عليك أولا أن تحوله إلى الشكل المثلثي، ثم اذهب إلى هذه القيمة، قم بحسابها بالآلة الحاسبة، لأن 7π اللي هي 108 في 6 على 6 أهو الكوس، يقع في الجهة السالبة، يعني تصبحون عندكم ناقص جذر 3/2، والسينيس يقع في الجهة السالبة ناقص نصف. ونحول فقط أبنائي، يعني كيف تصبح؟ تابعوا، تصبح هكذا، زاد يساوينا 2π، الكوس هذا كله يصبح ناقص جذر 3/2، ناقص اي 1/2، لأن هذا كله نعوضه بناقص نصف، وتصبح هذا هو الجواب. ثم نختزل هذا مع هذا مع هذا، تصبح ناقص جذر 3 - اي، هذا هو العدد الشكل الجبري، وها هو أمامكم. كما يمكن استعمال الآلة الحاسبة كذلك. الآن يعني كيف تنتقل من الشكل الأسي إلى الشكل الجبري. الآن عندنا كذلك خواص، خواص ماذا تقول؟ إذا عندنا أعدادان مركبا زاد وزاد فتحة، تقول القاعدة ماذا؟ ناقص، تابعوا، إذا عندنا زاد يساوينا R في أسية إي تيتا، أبنائي إذا وضعنا هكذا ناقص هنا تصبح كأنما هنا كذلك أصبحت ناقص، تصبح ناقص زاد يساوينا الناقص. ما هو الناقص؟ الناقص هو عدد مركب طاولته 1 وزاويته بي، أن ناقص 1 عدد حد حقيقي مو سالب في R في أسية إي تيتا، تساوي لنا R في 1 طاولة في الطاولة، والعمدة جمع العمدة اللي هي تصبح إي في تيتا زائد بي، ها هو أمامكم. هذا فعلنا هذا الشيء لأن هذا الناقص يا أبنائي، هذا الناقص هو في أصله ناقص 1، والناقص 1 كما تعلمون طاولته 1 وزاويته هي بي، يعني تحدثنا عن كل عدد حقيقي سالب زاويته بي، ها هي أمامكم أبنائي. عندنا كذلك مرافق الزاد، عندنا إذا كان كذلك زاد يساوي لنا R في أسية إي تيتا، إذا وضعنا هنا المرافق يا أبنائي، المرافق لا يؤثر على الطاولة إنما يؤثر على العمدة، يغيرها فقط كذلك. عندنا كذلك جداء، تابعوا أرجوكم، يعني كل شيء ستفهموا. عندنا كذلك لاحظوا
جود عددين مركبين، الطاولة في الطاولة، والعمدة زائد العمدة، لأن الأسية في الأسية هي جمع الأسس فقط. ها هي عندنا كذلك واحد، تابع واحد على زاد اللي هو مقلوب الزاد، شيء يساوي، يساوينا واحد على الطاولة في واحد على أسية اي تيتا، إلا أن هذه في خصائص الدلالة الأسية أنه يصعد هنا ويغير تصبح أسية ناقص اي تيتا. ها هو أمامكم. وعندنا كذلك أبنائي عدد مركب على عدد مركب، زاد على زاد فتحة يساوي لنا الطاولة على الطاولة والطاولة فتحة وأسية ها اي في هذه زاويته كم؟ تيتا. وهذا زاويته إذا كان في المقام هي تيتا فتحة، إلا أنه لما تصعد تصبح ناقص تيتا فتحة. كذلك خاصية هذه كذلك. الآن عندنا كذلك يا أبنائي عندنا دستور موافر. ها هو دستور موافر. دستور موافر ماذا يقول؟ يقول إذا كان عندك عدد كبير اللي هو مثلا زاد، زاد مثلا يساوي لنا مثلا واحد زائد اي قوة ان، وهنا قوة ان، ماذا تقول القاعدة؟ يساوي لنا الطاولة اللي هي جذر اثنان قوة ان في أسية اي ولا في كوس ان تيتا زائد اي في سينس ان تيتا، يعني تلك الآن ينزل هنا داخل السينس والكوسينس. كيف؟ تابعوا أرجوكم. ها هو قانون، أو يساوينا كذلك بالشكل الأسي نفس الشيء، لأن هذا لا تحول إلى الشكل المثلثي، يصبح آر قوة آن في كوس في كوس آن تيتا زائد إي في سينس آن تيتا. ها هو التطبيق الآن، يعني ها هو التطبيق، بالتطبيق ستفهمون. ماذا؟ طاولة هذا العدد كم؟ طاولة هي جذر اثنان، إلا أنه هو لاحظ السؤال ماذا جاء؟ قال أحسب زاد على جذر اثنان الكل قوة 2011. نأتي يعني كيف نفعل؟ لاحظوا جيدا أرجوكم حتى تفهموا بإذن الله كل شيء. تصبح ماذا؟ تصبح زاد، إذا هذا الزاد ما هو؟ هو جذر اثنان في أسية اي بي على 4، لأن الزاوية هذه تظهر بي على 4، الكل على جذر اثنان الكل قوة 2011، يذهب هذا مع هذا. لاحظوا ماذا تبقى؟ تبقى لنا هذا الشكل. هذا ما هو؟ يساوي لنا، تابعوا لاحظوا هنا سينزل هذا إلى تصبح هكذا كوس 2011 بي على 4 زائد اي في سينس 2011 بي على 4. استعمل دستور موافر. ها هي أمامكم. لاحظوا يعني هذا اختزل مع هذا مع هذا، لاحظ ماذا نتج هنا، يعني ندرس هكذا. لاحظوا ثم بعدها ماذا نتج يا أبنائي؟ تابعوا أرجوكم، يعني هذا الدستور موافر ماذا نتج؟ نتج أنه قمنا بماذا؟ بالتخلص من ماذا؟ التخلص من هذا العدد. كيف نتخلص من 2011 بي على 4؟ ماذا تقول القاعدة؟ قم بقسمة، هكذا قسمة 2011 على 4 بالآلة الحاسبة. انتبهوا فقط، نقول هكذا 2014 2011 عفوا 2011 تقسيم 4 أعطت لنا، لاحظوا أعطت لنا 502.75. كيف نفعل أبنائي؟ نقول تابعوا أرجوكم، نأتي بصفر فاصل 75 هكذا، نأخذ إلا العدد هذا، نعيد ضربه في الأربعة تساوينا صفر فاصل 75 في 4 يساوينا 3. يعني لاحظوا أبنائي أرجوكم حتى تفهموا، تصبح هكذا 2011 تساوينا 4 في 502 زائد 3 زائد 3. نأتي بهذه القيمة ونضعها هنا في مكان 2011، ماذا ينتج أبنائي؟ تابعوا أرجوكم حتى تفهموا، تصبح هكذا، نتحدث إلا على العدد ثم نتحدث عن الكوس والسينس. تصبح 4 في 2000 في 500 في 502 زائد 3 الكل على 4. نقوم بتفكيك المقام، التفكيك هكذا تصبح ماذا؟ 4 في
502 على 4 زائد 3 على 4. ها لاحظوا ماذا فعلت، يذهب هذا مع هذا، كم تصبح؟ تصبح 502 زائد 3 على 4. هذا العدد بما أنه عدد زوجي نتركه يذهب مباشرة، يعني باللغة الجزائرية نسمح فيه لا نحتاجه. يقول أحدكم وإن جاءت 503 نأخذ منه بي، نأخذ منه عدد واحد اللي هو واحد ونتركه، يعني تصبح 1 زائد 3 على 4. إلا أنه لما جاء عدد زوجي نقوم بشطبه مباشرة، يعني في الأخير أبنائي ماذا نتحصل؟ نتحصل هكذا، نتحصل هنا في هذا العدد هنا بالداخل تصبح ماذا؟ تصبح كوس 3 بي على 4 زائد اي في سينس 3 بي على 4. ما الآن ما هي هذه الزاوية؟ الزاوية هي 3 في 180 على 4. نقوم بحسابها بالآلة الحاسبة اللي هي قلنا 180 في 3 قسمة 4 أعطت لنا 135. 135 تقع في هذا الربع لأن هنا 180. هنا كيف يكون الكوس؟ الزاوية الشهيرة هي تظهر، ها هي الزاوية الشهيرة لا جدال. الكوس سالب يعني ناقص جذر 2 على 2، والسينس موجب جذر 2 على 2، وها هي أمامكم الجواب. ها هو أبنائي بهذه البساطة. الآن نأتي إلى السؤال الذي جاء بعده، تابعوا. قال الآن نأتي الآن إلى أشياء أخرى. قال تطبيق 2، نعتبر العدد نفسه. قال عين قيم القيم العدد الصحيحة للعدد الطبيعي العدد آن حتى من أجلها يكون زاد آن حقيقي. لاحظوا أبنائي استعملنا هنا دستور موافق، حتى يكون حقيقي يا أبنائي أرجوكم، حتى يكون حقيقي ماذا علينا؟ أنه التخيل هذا نجعله يساوي الصفر. ها هي أمامكم. والتخيل السينس أين ينعدم يا أبنائي؟ لاحظوا السينس سينعدم، تقول قاعدة أن السينس ينعدم على محور ماذا؟ على محور الفواصل. محور الفواصل ما هو يا أبنائي؟ لو كانت هنا صفر، لو كانت هنا بي، لو زدنا 2 بي 3 بي 4 بي 5 بي 6 بي، يعني ينعدم على محور الفواصل، ماذا نقول؟ نقول كا بي. ها هي أمامكم، يعني ينعدم السينس عند الكا بي، عدد من أصناف من أنصاف الدورات. لاحظوا يذهب هذا مع هذا ونكمل. ها هي قيم الآن حتى يكون حقيقي. الآن حتى يكون يا أبنائي تخيلي صرف، نعكس، حتى يكون أبنائي تخيلي صرف علينا أن نقول ماذا؟ نعم هنا هنا نعم يصبح هذا كله يساوي الصفر. الكوس أين ينعدم يا أبنائي؟ الكوس كلكم تتفقون أنه ينعدم على محور التراتيب. محور التراتيب ما هو يا أبنائي؟ هو 90 زائد أصناف دورات. هنا تنعدم الكوس، وهنا ينعدم، وهنا ينعدم، وهنا ينعدم. كم تصبح؟ نقول ماذا؟ نقول ان بي على 4 يساوي 90 زائد كابي، يعني 90 وأصناف دورة وأنصاف دورة. لاحظوا يذهب هذا مع هذا مع هذا، تصبح آن يساوي لنا هذا يصعد هنا، كم تصبح؟ تصبح 4 على 2 زائد 4 ك، يصبح آن يساوي لنا 2 زائد 4 ك، وهو الجواب. ها هو أمامكم. تذكروا أن الكوس ينعدم عند 90 زائد كابي، 90 قلت زائد كابي. فيكم من يقول يا أستاذ لو قيل لنا، حتى لو قال لنا أعين العدد حتى يكون أن حقيقي موجب، موجب لما يقول موجب لاحظوا جيدا، حتى يكون مثلا تخيلي موجب، تخيلي ولا أو حقيقي. إذا كان أريد تخيلي مثلا موجب، يعني الكوس ينعدم عند 90 ماذا؟ عند 90 وليس هنا، هنا لا ينعدم، أنا نريد أن يكون حقيقي تخيلي موجب. كيف نقول؟ نقول لاحظوا نقول ان بي على 4 يساوي لنا بي على 2 زائد 2 كابي،
لأن هنا ثم يأتي بدورة كاملة ثم يعيد نفسه ثم يعيد نفسه، يعني تصبح كذا وأكمل يذهب هذا، حتى هنا يكون تخيلي صرف موجب. نكمل، ماذا تصبح؟ تصبح آن على 4 يساوي النصف زائد 2 كا. نستعمل هنا الكروازي، تصبح آن يساوي لنا 2 زائد 8 كا هكذا. هنا يكون تخيلي موجب عفوا. الآن نأتي إلى قد أكملنا مع هذا الشيء، نأتي إلى مثال ثالث. زاد عدد مكتوب على هذا الشكل، تابعوا أرجوكم هنا القيم المضبوطة، لاحظوا كيف هو مكتوب، مكتوب بطريقة يعني كبيرة جدا. هنا لاحظوا ما هو الشيء الذي هنا ربما ينقص في التمرين، هو الإي، هنا يوجد إي، احذروا اكتبوها أنتم عندكم، أنا نسينا أن نكتب نعم إي هكذا. وزاد مكتوب على الشكل، يعني هذا العدد أعطي مكتوب بالشكل الجبري ومكتوب كذلك بالشكل المثلثي. لاستنتاج القيم المضبوطة، هذا السؤال أتى كثير في جميع الشعب يأتي، كيف نقول هو المطابقة بين الشكل المثلثي والشكل الجبري؟ يعني ماذا نقول؟ هو يريد منا أن نستنتج كوس بي على 12، بي على 12 وسينوس بي على 12، هي زاوية غير شاهدة لا يمكن أن تجدها. كيف نقول؟ لاحظوا أبنائي، نقول أن هذا يساوي الحقيقي. يعني كيف؟ 2 جذر 2 في كوس بي على 12 يساوي لنا 1 زائد جذر 3. هذا أين يذهب؟ يذهب إلى المقام هنا، يصبح 2 جذر 3. هذه هي يا أبناء، هذه هي القيمة المضبوطة لكوس بي على 12، ها هي. وبنفس الطريقة استعملوها هنا مع السينس، ها هي أمامكم القيم بمطابقة فقط بين الشكل الجبري و الشكل المثلثي. الآن ننطلق إلى الجزء الآخر، المرجح ومجموعة الأعداد المركبة. لاحظوا أبنائي المرجح، فيما يخص المرجح، لتكون جين مرجحا للجملة ذات معاملات ألفا بيتا جاما، حيث يجب لما نقوم بجمع ألفا وبيتا وجاما لا يساوي، هنا ألفا بيتا وجاما لا يساوي الصفر، فإن لاحقة جي هي، ما هي قاعدة المرجح؟ أبنائي في الأعداد المركبة كيف تجدون قاعدة المرجح؟ قاعدة المرجح لاحظوا ها هي أمامكم، أرجوكم تابعوني لا تفشلوا، أريدكم أن تتعلموا كل شيء حتى يعني تؤتون بالبكالوريا تفرحون أباءكم، الله يجازيكم، تابعوا جيدا. كيف تقول قاعدة المرجح؟ تقول المعامل هذا في لاحقة هذا العدد زائد المعامل هذا في اللاحقة زائد المعامل هذا في اللاحقة على مجموع المعاملات اللي هي ألفا زائد بيتا زائد جاما، حيث هما لا يساوي صفر. ها هي أمامكم، عوضوا فقط. عندنا حالة خاصة، انتبهوا لهذه الحالة الخاصة اللي هي مرات يأتيك السؤال يقول أوجد جي مركز ثقل المثلث ABC، كما يقول مثلا عندكم مرات أخرى أوجد مركز ثقل المربع المستطيل. كلمة مركز ثقل المرجح ما هو؟ هو المعاملة A واحد B واحد والC واحد والD واحد، هذه إنا ذكرها. كيف نفعل؟ نقول زاد جي، إذا سميتها جي، إذا سميتها إليهم، المعاملة كم؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة، وتصبح زاد A زائد زاد B زائد زاد C زائد زاد D، وقوموا بعملية الحساب تجدون مركز ثقل المربع أو المستطيل. هنا في المثلث يوجد ثلاثة، قوموا بالقسمة على ثلاثة، لو كان عدد آخر شكل آخر بنفس الطريقة. الآن عندنا كذلك، إذا هذا أمر بسيط، يعني لا تكثروا على أنفسكم ولا تجهدوا أنفسكم، الأمور كلها بسيطة. الآن نأتي إلى منتصف قطعة، عندنا قطعة مثلا ها هي A و B، منتصف هو مرجح لنقطتين، يعني يصبح زاد A زائد زاد B على 2، هذه هي زاد G، إحداثية منتصف اللي هي مرجح. كذلك عندنا نقطة أخرى أريد أن أشرحها كذلك، لما يقول لك أوجد إحداثية أو لاحقة نظيرة نقطة بالنسبة إلى نقطة، مثلا يقول لك أوجد C نظيرة A بالنسبة إلى B، حيث يكون قد أعطيت لك إحداثية هذه وإحداثية هذه، ويريد منك أن تجد إحداثية هذه. أبنائي يعني كيفية إيجاد إحداثية نظيرة، لاحظوا أبنائي، لاحظوا أرجوكم حتى تفهموا. سنقول قال سي
ناظرة A بالنسبة إلى B. يعني هنا لاحظوا إلى النقطة B، يعني كيف نجد زد C؟ يعني C أولا B ما هي؟ هي منتصف، تصبح زد B يساوي زد A زائد زد C على 2. ولكن زد B عندي يعني يكون هذيك القيمة نتاعها، والزد A عندي بقي زد C. نستعمل الكروازي، يصبح هذا هكذا، هذا في هذا، تصبح ماذا؟ تصبح 2 زد B، هذا نأتي به إلى هذا الطرف، ناقص زد A هو زد C. هي كيفية استخراج إحداثية ناظرة. من أين؟ من قاعدة المنتصف. هاي سي ناظرة A بالنسبة إلى B بما يصبح منتصف، واستخرجها بهذه القاعدة. الآن نكمل أبنائي، نأتي إلى الجزء الآخر. تفاسير هندسية مهمة، تفاسير هندسية مهمة، عليكم أن تركزوا معي. قال لتكن آن صورة للعدد المركب، لأن تعلمون أن آم إحداثيها X Y، وزاد هو نفسه X زائد E Y، يعني هذه آم هي زاد هي لاحقة آم، يعني معنى كلمات، مجرد كلمات فقط. حيث O M يساوينا زاد، يعني طاولة العدد زاد هي نفسها. لاحظوا هاي النقطة آم، هاي النقطة O، ها هو العدد زاد، هذا هو زاد. الطول O M، O M هو نفسه يمثل لنا طاولة زاد. وبصفة عامة إذا كان عندنا نقطتان، ها هي نقطة مثلا تابع وسأشرحها هكذا، ها هي نقطة A وها هي نقطة B، يريد أن يحسب الطول AB، ماذا تقول القاعدة؟ تقول النهاية، ها هي النهاية، ناقص البداية بقيمة مطلقة لأنها طاولة، وقم بعملية الحساب فقط. تجدون ربما عدد، مثلا تجدون واحد زائد E جذر 3 لما تحسبوا، قوموا الآن بالحساب بالجذر اللي هو 1 زائد 3 تعطي لكم 2، لأنها تحت تعطيكم 4 تعطيكم 2 لما تخرج من الجذر. الآن عندنا كذلك، تابعوا أرجوكم، إن أحسستم بالتعب أوقفوا الفيديو واستريحوا ثم أكملوا عملية التلخيص هذه. ليكن العدد زاد ناقص زاد، زاد بي ناقص زاد هو ماذا؟ هو لاحقة شعاع AB. نعم، لما تقول زاد B ناقص زاد A، هذه هي نفسها لما يعني تقوم بحساب ماذا؟ لما تحسب بها ماذا؟ تقوم بحساب الشعاع AB. فيكم ما يقول لم أفهم ماذا تقول؟ سنأتي إلى هذا المثال. مثلا زاد A 1 زائد A زائد B يساوينا مثلا 2 زائد 3 A. لكي نقوم بحساب مركبات الشعاع AB ماذا نفعل؟ نقول زاد B ناقص زاد A تساوينا ماذا؟ تساوينا 2 زائد 3 A ناقص 1 ناقص A. تصبح كم تساوي لكم يا أولادي؟ تصبح لكم 1 زائد 2 A. إذن ما هي هذه؟ هذه هي مركبات شعاع AB الذي مركباته 1 2، هذا هو الشيء يعني المقصود من هذا الشيء، من هذا التفسير. كذلك عندنا طاولة النسبة، لاحظوا طاولة النسبة يعني يعطي لنا، عفوا سنقوم بالتكبير هكذا حتى يكون الشرح واضح، لأن فيكم من عنده بصر يعني ضعيف. لاحظوا هذه النسبة كذلك هي مهمة، هذه النسبة يا أبنائي زاد بي ناقص زاد أ على زاد سي ناقص زاد أ، هذه مشهورة جدا في البكالوريا. ويقول مثلا أعطي تفسيرا هندسيا إلى طاولة هذه النسبة وعمدة هذه النسبة. تابعوا أبنائي كلمة الطاولة، يعني الطاولة ما معناه؟ لاحظوا ها هي الطاولة أمامكم، تصبح ماذا؟ وكأنما الطول AB على الطول AC، هذا هو التفسير الهندسي. التفسير الهندسي لطاولة هذه النسبة أن الطول AB على الطول AC فقط، حيث A مثلا إذا قمنا بالحساب، مثلا حسبنا في الأخير زاد A هكذا زاد B ناقص زاد A على زاد C ناقص زاد A، في الأخير مثلا وجدناها E، مثلا E، ماذا نقول؟ نقول AB على AC يساوي لنا 1، لأن الطاولة هنا كم؟ 1.
ماذا نستنتج؟ نستنتج أن هذا هو التفسير الهندسي، أن A ب على AC يساوينا واحد، إذا خرج ظهرت هكذا يساوينا اثنان. الآن لاحظوا لارج زد، هذه الطاولة، هذه تحدثنا عنها الطاولة. الآن نأتي عفوا عندنا جيم اي، لاحظوا لارج زد اللي هو ها هو زد، انتبهوا أرجوكم، ها هو زد، زاوية هذا العدد زد هي تيتا، ما هي؟ تابعوا لارج زد تساوي أنها هي الزاوية المحصورة بين الإي اللي هو شعاع الوحدة إي والشعاع أو أم. حقيقة نعم نعم، هذه لاحظوا هذا الشيء، هذه الزاوية تيتا هي محصورة بين شعاع إي والشعاع أو أم. نعم هي أمامكم، وتصبح ماذا؟ ونأتي الآن إلى العدد AB، هذا زاد أرج زاد بي ناقص زاد A. ها هي مثلا هاي نقطة A، هاي نقطة B. لاحظوا لارج لعدد لارج زاد بي ناقص زاد أ، زاد بي ناقص زاد أ العمدة المحصورة بينهما هي ماذا؟ هي القيمة المحصورة بين الشعاع إي اللي هي ها هو الشعاع إي، لأن نفسه هذا انسحاب إي والشعاع ماذا؟ الشعاع أ بي فقط، يعني ها هي أمامكم، سأكرر، ها هي أ، ها هي بي، ها هو هذا، هو يريد هذه لارج كم؟ هي لارج المحصورة بين الشعاع إي والشعاع أبي. نعم ما هي، حيث الأ تختلف عن البي. الآن العمدة، نأتي إلى عمدة النسبة، تحدثنا عن طاولة العمدة. العمدة ما هي؟ لارج دو زاد بي ناقص زاد أ على زاد سي ناقص زاد أ هي الزاوية المحصورة، هي الزاوية المحصورة يا أبنائي، لاحظوا عندنا A B و C، تابعوا أرجوكم، لارج يعني يقصد هذه الزاوية المحصورة بين هذين الشعاعين، هذه لارج اللي هي A B و A C، هذه النسبة هي الزاوية المحصورة بين الشعاع A C والشعاع A B فقط. هي الزاوية المحصورة بين الشعاع AB و AC، ها هي فقط AC و AB. هذه كلمة تفسير الهندسي لنسبة، لأرج نسبة. لما يقول تفسير هندسي مثلا يعطينا، أرجوكم تابعوا، أرجوكم تابعوا أبنائي ولا تحسوا بالملل، لما يعطينا مثلا زاد ناقص زاد A على زاد ناقص زاد B ويقول لي لارج هذا الشيء فسره هندسيا، ماذا نقول؟ هي نفسها بي ام اللي هي هنا، هذا الذي في المقام بي ام، الزاوية المحصورة بين بي ام و ام. فيكم من يقول واين الام يا استاذ؟ لان زاد يا لاحقت النقطة ام، ها هي. اذا التفسير الهندسي هو الزاوية المحصورة بين تلك الشعاع بي ام و ام، يعني الذي في المقام ثم الذي في البسط، ها هو امامكم، لهذا تحدث، هو الذي في المقام AC مع الذي A في البسط هو AB، ها هي. حيث الأ والبي يختلفان عن بعضهما البعض حتى لا يحدث مشكلة يعني في مجموعة التعريف هكذا. الآن نأتي إلى النسبة وطبيعة المثلث A B C إن وجد، حيث A وتختلف عن البي وتختلف عن سي، يعني حتى لا تصبح نقطة واحدة فقط. تابعوا أرجوكم، كيف نفعل؟ اعتمادا على كتابة، تابعوا اعتمادا على كتابة النسبة على الشكل، لاحظوا على الشكل الجبري هو الأصل، استنتج طبيعة المثلث ABC إن وجد في كل حالة. تابعوا أرجوكم جزاكم الله خيرا. نبدأ بالنسبة، قلت أول شيء يعني يعطي لك النسبة يقول لك حولها إلى الشكل الجبري، هذا لا جدال فيه. تقوم أنت بالحساب، زاد بي تعوض زاد بي بقيمتها والزاد A هنا، يعني نشرح هنا زاد B وزاد A كما كتبها، يعني في الأخير نتج أن وجدت ناقص E، يعني وجدت ناقص E. ماذا يا أبنائي؟ ما هو طبيعة المثلث؟ لاحظوا ناقص E،
الطاولة كم؟ عدد تخيلي صرف صرف طاولته القيمة المطلقة واحد. إذن شو لاحظ؟ الطاولة جعلته متساوي الساقين، هذه أول شيء. الطاولة يعني تصبح لما قلنا كنت أشرح زاد ب ناقص زاد أ على زاد سي ناقص زاد أ، الطاولة كم؟ واحد. يعني يصبح زاد ب اللي هو أ ب على أ سي يساوي واحد. ما معناه؟ معناه هذا الطول وهذا الطول متساويين، يعني متساوي الساقين. هذه فيما يخص الطاولة جعلته متساوي الساقين. بقيت العمدة، عمدة ناقص الإي. يا أبنائي ناقص الإي، لاحظوا قلت كل عدد تخيلي صرف إذا كان موجب بي على اثنان، إذا كان سلب ناقص بي على اثنان، يعني 90 أو ناقص 90. العمدة جعلته قائم، إذا الطاولة تجعله متساوي الساقين والعمدة تجعله قائم. ها هو أمامكم، لأن الطول AB يساوي AC لأن النسبة واحد طولها، والزاوية المحصورة بين AC و AB هي ناقص 90 درجة أو 90 درجة لتهم. مباشرة نقول قائم متساوي الساقين. نأتي إلى هذه الحالة بنفس الطريقة، إلا الطاولة كم؟ طاولة اثنان. هل ظهرت واحد؟ لا، إذا ليس متساوي الساقين، لأن AB على AC لا تساوي الواحد، تساوينا اثنان وهي لا تساوي الواحد، إذا ليس متساوي الساقين. هذا الشرط الأول، ليس متساوي الساقين. إنما نأتي الآن إلى العمدة، لارج دو اثنان إي، بما أن تخيلي صرف فهي بي على اثنان لأنه موجب، فأصبح ما هو؟ أصبح قائم. قائم أين؟ في النقطة التي تذكر مرتين، هذا أكيد. النقطة التي تذكر مرتين هي الأ. لو جاءت هكذا زاد أ ناقص زاد سي على زاد بي ناقص زاد سي، هنا يصبح قائم في السي، في النقطة التي تذكر مرتين، لاحظوها. يعني هذا الشيء عليكم بالتركيز فيه أرجوكم أبنائي، يعني لا تجعل الأمور تختلط عليكم. الآن نأتي إلى هذا، لو نأتي إلى الطاولة كم؟ الطاولة تصبح اثنان على أربعة زائد اثنان على أربعة تحت الجذر تساوي واحد. الشرط الأول قد تحقق، ما هي؟ الطاولة واحد متساوي الساقين. الزاوية لو تلاحظون ليست 90، الزاوية لم تكن 90، وإنما الزاوية هنا تظهر أنها 45 وتقع في الـ، يعني الزاوية ليست 90، بما أن الزاوية هنا غير 90 أكيد احسبوها تجدها أنها، ها هي الشيء الوحيد الذي تحقق أن الطاولة واحد يصبح متساوي الساقين فقط. نأتي إلى المثال هذا، لو تلاحظون إلى هذا المثال نحسب الطاولة تعطي لكم أكيد واحد، قوموا بحسابها. إلا أن الزاوية يا أبنائي لو نقوم بحسابها كوس تيتا يساوينا الحقيقي على الطاولة وتساوينا بي تساوينا نصف. الزاوية الشهيرة التي نتحدث عليها التي كوس لديها هو النصف هي بي على ثلاثة، هي بي على ثلاثة. الآن الموقع موجب يعني تقع هنا، وهنا قلنا إذا كانت هنا، إذا كانت هنا يعني بي على ثلاثة. أبنائي هذه حالة خاصة عليكم بالتنبيه إليها، إذا كانت الطاولة، انتبهوا أرجوكم، إذا كانت الطاولة لهذه النسبة هي واحد، هي واحد، والزاوية هي بي على ثلاثة أو ناقص بي على ثلاثة، فالمثلث حالة خاصة متقايس الأضلاع. لما تكون طاولة واحد لاحظوا ماذا يحدث، تصبح متساوي الساقين، أما لارج تجعله 60 درجة يعني يصبح متقايس الأضلاع. هذه حالة خاصة عليكم بالتنبيه إليها، لما تظهر بي على ثلاثة أو ناقص بي على ثلاثة. الآن نأتي إلى ملاحظة، في كل حالة من الحالات السابقة عين طاولة وعمدة العدد الجبري للنسبة واستعمل التفاسير الهندسية. لاحظوا جيدا، استعمل التفاسير الهندسية. ها نأتي إلى ها. الآن يا أبنائي لما نقول نحسب هذه النسبة زاد ب ناقص زاد أ على زاد سي ناقص زاد أ، تحدثنا هنا عن طاولة، هنا الطاولة، هنا الطاولة، هنا الطاولة. لما الآن أعطي لنا عدد حقيقي يعني خمسة،
مثلا جذر 5 ناقص 3 4 3 على 4 كل هذه الأعداد يعني الجزء التخيلي لا يوجد مباشرة أبنائي. إذا كان ك وكعدد حقيقي غير معدوم ينتج ماذا يا أبنائي؟ ينتج أن النقاط في استقامية. هذه النسبة لما تظهر عدد حقيقي تكون النقاط في استقامية. لماذا؟ لأن هيا نستعمل هنا في هذه القاعدة نستعمل الكروازي، أصبح هذا يساوينا ماذا؟ يساوينا هذا في هذا. ها هي أمامكم. ماذا يمكن أن نقول؟ نقول أن هذا قلنا هي مركبة شعاع ماذا؟ AB. ها هي AB يساوينا ماذا؟ ك في AC، لأن تحدثنا عن أن هذا هو هكذا تحسب مركبة الشعاع في AC. لاحظوا أبنائي الأشعة مرتبطة خطيا، إذا النقاط استقامية. هذه هي التفاسير الهندسية. نأتي الآن إلى التحويلات النقطية. التحويلات النقطية إلا أن عليكم بالتركيز معي أرجوكم. إذن بعد ما أكملنا هذا العنصر سننتقل إلى العنصر الآخر، تابعوا جيدا أرجوكم أبنائي. الآن التحويلات النقطية والأعداد المركبة. لاحظوا جيدا تحديد طبيعة التحويل وعناصر مميزة. قال F اللي هو تحويل F، لاحظوا تحويل يرفق بكل نقطة M، يعني عنده هذا، لاحظوا هكذا عندنا F تحويل، عنده نقطة M يقوم بنقلها هذا التحويل إلى أن فتحة، يعني يحول النقط لاحقتها زد فتحة في كل حالة. لاحظوا الآن نبدأ أبنائي، يعني من خلال هذا الفيديو نتعلم كيفية إيجاد طبيعة كل تحويل نقاطي، طبيعة كل تحويل نقاطي. أبنائي عليكم أن تركزوا معي، تابعوا جيدا. كل تحويل نقطي يكتب بالعبارة المركبة زد فتحة يساوي ن، تابعوا A هكذا زاد زائد B. يا أبنائي تابعوا أرجوكم، المسؤول الأول على طبيعة كل تحويل هو هذا الA. عندنا فيه أربع حالات. إذا كان الA يساوينا واحد ماذا تصبح؟ تصبح لاحظوا A يساوي واحد، تصبح انسحاب شعاعه مركبات البي. تابعوا انسحاب، ها هو المثال رقم واحد. كم زاد فتحة يساوينا زاد زائد واحد ناقص اثنان اي، كم هو الا؟ لاحظوا هو واحد. التحويل هو انسحاب شعاعه مركبات هذا العدد اللي هو البي، مركباته هي واحد وناقص اثنان. ها هي امامكم. اذا ها هو الشرط الاول، لما يكون ا يساوي واحد يصبح انسحاب. الانسحاب ما عنده البي، هذا البي هو شعاع مركبة البي اللي هو واحد ناقص اثنان اي، هذا هو مركبة هذا الشعاع. الآن إذا كان الا يختلف عن واحد، تابعوا أرجوكم حتى تتعلموا، يختلف عن واحد لكن ما زال ينتمي إلى الأعداد الحقيقية، عدد حقيقي يعني ناقص خمسة، خمسة جذر خمسة، المهم الاي لا يوجد، فهو تحاكي. التحاكي ماذا عنده؟ نسبته A، نفس العدد هو بنفسه، ومركزه زاد أوميجا معروف بالقانون بي على واحد ناقص A، هذا قانون عليكم بحفظه. نأتي الآن إلى هذا المثال الثاني. لاحظوا الأ كم هو؟ هو عدد حقيقي يختلف عن الواحد، يصبح مباشرة التحويل ما هو؟ التحويل هو تحاكي، نسبته هي الآل هي ناقص اثنان، لاحقة مركزه بي، ها هو بي، لاحظوا اللي هي ثلاثة زائد اي على واحد ناقص اثنان، تصبح ونكمل العمل يعني كما هو هنا أمامكم، نكمل العمل، ها هو لاحقة المركز، يعني المركز هنا ذو المركبات واحد وثلث. نأتي الآن إلى الحالة الثالثة، تابعوا أرجوكم حتى تتعلموا، أريدكم أن تتعلموا من خلال هذا الفيديو وتحلوا مشكلة الأعداد المركبة إلى الأبد. تابعوا الآن ها هو الآ مازال، إلا أنه الآن ينتمي إلى الأعداد المركبة، يعني الجزء التخيلي موجود، يعني الإي موجود، إلا أنه بما أنه أصبح عدد مركب يصبح عنده طاولة،
إذا كانت الطاولة تساوي واحد، الطاولة تساوي واحد، فنقول التحويل هو دوران. التحويل ما هو؟ هو دوران زاويته. الدوران يا أبنائي عنده الزاوية، زاويته تيتا تساوي لارج دو أ، تلك الأ، هذا الأ هو لارج اللي هو عمدته هي الزاوية، ومركزه ومركزه نفس القاعدة بي على واحد ناقص أ. نأتي الآن إلى هذا المثل الذي أمامنا، لاحظوا هنا، ها هو الأ، الأ كم؟ هو إي، عدد مركب. الطاولة كم؟ واحد. بما أن الطاولة واحد مباشرة هو دوران، زاويته لارج دو إي، كل عدد تخيلي صرف يا أبنائي زاويته بي على اثنين إذا كان موجب، وناقص بي على اثنين إذا كان سالب. الآن هو موجب، إذا الزاوية هي بي على اثنين، ها هي أمامكم. ومركزه بي، وهذا على واحد ناقص أ، وها هي أمامكم، وجدناها كم؟ إي. إذا أصبح هي كأنما أوميجا مركزه صفر واحد، هكذا نكمل. تابعوا أرجوكم، والله الأمر بسيط لو يعني انتبهتم. الآن نأتي إلى الحالة الأخيرة، الآ، الآ ها هو الآ، ما زال الآ ينتمي يا أبنائي إلى الأعداد المركبة، إلا أن الطاولة طاولته لا تساوي هذه المرة الواحد، لأن الواحد أخذها الدوران، فيصبح التحويل تشابه مباشر. التشابه يا أبنائي على ماذا يحتوي؟ أرجوكم، التشابه يحتوي على نسبة، مركز، وزاوية. النسبة هي الطاولة هذه، المركز قانون نفسه بي على واحد ناقص أ، الزاوية زاوية لارج دو أ، نفس هذا الأ، هنا نبحث عن لارج. ها هو المثال أمامكم، ها هو الأ، كم الطاولة؟ هي جذر اثنان لا تساوي الواحد، فيصبح التحويل تشابه مباشر. نسبته هي هذه الطاولة، زاويته لارج هذا العدد اللي هو أرج واحد زائد إي، كوس يساوينا، الكوس يساوينا الحقيقي على الطاولة والتخيلي على الطاولة، الزاوية تظهر هي بي على أربعة، الزاوية هي بي على أربعة، لأن هكذا جذر اثنين على اثنين الزاوية بي على أربعة، وتقع في الربع الأول، هنا في الربع الأول، إذا نقول الزاوية، لو جاءت هنا ناقص الزاوية، لو جاءت هنا بي ناقص زائد الزاوية، ولو جاءت هنا بي ناقص الزاوية. تحويل، لاحظوا لارج تساوينا بي على أربعة، والمركز بنفس القاعدة بي على واحد ناقص أ، لاحظوا كم ظهر، ظهر هو الواحد. يعني الأمور بسيطة لو أحببنا، عفوا، لو أحببنا أن نبسطها في أعيننا. تابعوا الآن، نأتي إلى مثال تطبيقي، ها هو كذلك، قمت بجلبه هنا معي حتى يعني تقضوا على هذا المشكل إلى الأبد. لاحظوا، ها هو المخطط، لا أقوم بمسحه، ها هو زاد، ما هو طبيعة كل تحويل؟ نبدأ، الآ هو هنا كم؟ الآ هو واحد، نبدأ، الآ هو عدد مركب، هو عدد مركب الآ، لاحظوا، يعني لما نقول عدد مركب يا إما ها يعني يا إما دوران يا إما تشابه فقط، ننسى هذا الاثنان فقط. نبدأ بالطاولة كم؟ لو تلاحظوا إلى الطاولة ستعطيكم واحد على أربعة زائد ثلاثة على أربعة تحت الجذر، تعطيكم واحد مباشرة. ماذا يقول؟ دوران، لأن الطاولة واحد. دوران زاويته، زاويته لارج، هذه الزاوية تظهر أنها، تظهر أنها هي بي، لاحظوا هي بي على ثلاثة، إلا أن الموقع، الموقع موجب سالب تقع هنا، يعني هنا ناقص بي على ثلاثة، يعني دوران نسبته زاويته ناقص بي على ثلاثة، والمركز بما أن لا يوجد البي هنا أصلا لا يوجد، إذا مركزه هو أو، لأن تصبح بي اللي هو صفر على. الآن نأتي إلى المثال الثاني، ما هو؟ لاحظوا إلى الأ، عدد حقيقي يختلف عن واحد، ما هو؟ تحاكي، نسبته اثنان والمركز بنفس القاعدة. نأتي الآن إلى هذا، كم هو الأ؟ واحد، ها هو أمامكم واحد. الواحد ما هو؟ انسحاب شعاعه في هو ماذا؟ هو صفر واحد، ها هو، عفوا، ها هو، عفوا، هو عفوا، هو ثلاثة ونقص واحد، عفوا، خطأ يعني صدر مني فقط. الآن نأتي إلى هذا، ها هو الآ، طاولته كم؟ جذر اثنان تختلف عن واحد، ماذا يصبح؟ تشابه مباشر. النسبة ك كم تساوي؟ اثنان، جذر اثنان
والزاوية هي بي على 4 والمركز هو بي على 1 ناقص قم به. الآن نأتي إلى المثال الأخير. مثال آخر قد كتب بالشكل الأسي ولكن هو والله لن يخيف بهذه الأسئلة. ما لاحظوا إلى هذا الشكل، إنه عدد مركب، طاولته كم؟ اثنان تختلف عن واحد، تشابه مباشر. الكا هو هذه الاثنان، الزاوية تيتا ها هي أمامكم اللي هي بي على 3، المركز بما أن البي لا يوجد هو الأو، لأن بي على 1 ناقص البي لا يوجد، إذن هو الأو. هذه هي طبيعة كل تهويل. الآن نأتي إلى هذا المثال. ملاحظة، التحاكي الذي نسبته، لاحظوا التحاكي الذي نسبته، هذه حالة خاصة يعني، التحاكي الذي نسبته ناقص 1 هو تناظر مركزي، يعني هذه حالة لما مثلا لما تقول هكذا زاد في 1 يساوي ناقص زاد مثلا زائد 1 زائد اي. لاحظوا الا كم؟ هو يختلف عن الواحد فهو تحاكي، إلا أنه في الحالة فقط هذه ناقص 1، هذه الحالة فقط ليس ناقص 2، نقول هو تناظر مركزي. عبارته ها هي أمامكم. مركزه وعبارته المركبة هي كما تلاحظون هنا فقط. إذن نكمل الآن. يعني هنا لو عوضتم تجدون هذه القيمة، المهمة هي ليس أمر يعني كبير. الآن نأتي إلى ب، العبارة المركبة للتشابه المباشر، يعني هذه العبارة كيف نقول، العبارة المختصرة، العبارة المختصرة، العبارة المختصرة هنا ليس للمركبة بل إنما المختصرة، العبارة المختصرة هنا، المختصرة للتشابه المباشر هي، لاحظ هذه قانون عليكم بحفظها هكذا، حيث ماذا؟ هذه القيمة التي تكرر هي المركز، وهذه النسبة، وهذه الزاوية فقط كما تلاحظ. الآن لو نأتي الآن إلى يعني إلى المثال هنا، ها هو المثال أمامنا، تابعوا أرجوكم والله بإنسان تتعلمون كل شيء. لاحظ ها هو المثال، ها هو أمامكم. ما هو هذا التحويل؟ هو تشابه، هذا تشابه، النسبة كم؟ اثنان، والزاوية كم؟ بي على 3، والمركز كم؟ المركز هو دائما انظروا إلى هذه القيمة، أين تنعدم؟ هذه أين تنعدم؟ هذه أين تنعدم؟ هي نفسها هذه، أين تنعدم؟ تنعدم عند زاد أوميجا يساوي ناقص 1 على 2 إي. لاحظوا لو جعلنا هكذا زاد فتحة زائد 1 على 2 إي تساوي الصفر، ماذا يصبح؟ تصبح زاد أوميجا، يعني لو كان أوميجا هنا فقط، يعني بهذه البساطة اجعلوا هذا إلى هذا، إذا دائما انظروا إلى أين تنعدم هذه القيمة، إذا في تلك المكان الذي تنعدم فيه هو المركز. الآن عبارة مختصرة للدوران، ليس المركبة هنا، المختصرة قلت، لا تهم. لاحظوا نفس الشيء، إلا أن الطاولة هنا كم؟ 1. والمركز ها هو، هو الإي. والطاولة قلنا هي 1 لأنه دوران. نأتي الآن إلى العبارة المركبة أو المختصرة للتحاكي، للتحاكي. العبارة المختصرة للتحاكي، لاحظوا الكا هو عدد حقيقي، العدد حقيقي، الكا هي النسبة، ها هو المثال، هذا هي الكا النسبة، المركز هو ماذا؟ هو الواحد، لأن تنعدم عند الواحد بهذه البساطة. الآن قال مثال، عين لاحقة النقطة سي صورة أ بالدوران الذي مركزه، تابعوا أرجوكم والله ستتعلمون كل شيء. هكذا قلت لاحقة النقطة سي بالدوران، يعني عندنا دوران R يحول النقطة A إلى نقطة أخرى تسموها سي، الزاوية الذي يحولها بها هي التيتا، والمركز أوميجا. ماذا نفعل؟ نأتي مباشرة إلى هذا القانون. دائما لما يعطيكم كلمة مركز في التحويل اجعلوا هكذا زاد ناقص زاد أوميجا على زاد، لاحظوا 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 هكذا تساوينا، لاحظوا هنا اجعلوا النقطة التي تكون في الأول، هنا المركز، وهنا يحو آ تتحول إلى سي،
تساوي لنا ماذا؟ بما أنها دورة تساوي لنا أسية إي تيتا، لأنها دوران، لو كان تشابه تقول كا. تابعوا أرجوكم الله ستفهمون. الآن لاحظوا كيف نقول، استعملوا الكروازي، ماذا تصبح؟ تصبح زاد سي ناقص زاد أوميغا يساوي لنا أسية إي تيتا في زاد أ ناقص زاد أوميغا. أتوا بهذا هذه القيمة إلى هذا الطرف، تصبح زاد سي تساوي لنا أسية إي تيتا، وأنت عندكم التيتا يعني تعطى لكم الزاوية كم؟ في زاد أ، زاد أ تعطى لكم، زاد أوميغا ستعطى لكم، زائد زاد أوميغا، وهكذا، وقوموا بعملية التعويض فقط. قوموا بعمل التعويض ستجدون الزاد سي صورة عادية، يعني لو كانت الآن، إلا أن عليكم هذا 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 العدد عليكم بتحويله إلى شكل الجبري حتى تكملوا العمل فقط. ها هي، ها هو كما تحدثنا هنا فقط، ها هو أمام كيف تجدون الصورة بالدوران أو تحاكي أو تشابه، يعني نفس القاعدة. إيجاد العبارة، تابعوا. نعم، سنلاحظ ماذا إذن سنقوم بعملية النحي هنا. الآن قال إيجاد العبارة المركبة لتحويل نقاطي أ، لاحظوا أ يحول أ إلى ب، لاحظوا. إذن إذا سمينا هذا التحويل هو F، يحول أ إلى ب ويحول السي إلى دي. لاحظوا تطبيق بين أنه يوجد تشابه مباشر وحيد، مركبات الأ هي 3 زائد 3 و1، وهنا البي، وهنا 4 نقاط. كيف نقول يا أبنائي؟ هنا يريد منا أن نجد عبارة التشابه. كيف؟ بطريقة بسيطة، تابعوا أرجوكم. الطريقة هي أن نقول نعمل بالعبارة المركبة، تصبح مرات يعطى لكم هكذا، مرات يعطى لكم إذا كانت تحويل يعطيك هذا F، يقول هكذا مثلا F ولا S مثلا، مرات يعطي لك العبارة مكتوبة هكذا S لي، هذه كيف تكتب؟ هذه S لي A يساوي B، وهذه كيف تكتب؟ هذه S لي C تساوي D. يعني فيها طلبة لما ينظرون إلى هذا الشيء يخافون، لا لا لا، هو أمر بسيط. كيف؟ نعمل بالعبارة المركبة، كيف تقول؟ تصبح زاد بي يساوي لنا أ في زاد أ زائد بي، وهنا زاد سي زاد دي، هذا يكتب هنا زاد سي زاد دي يساوي لنا أ في زاد سي زائد بي. ما هو المطلوب من هذه النسبة يا أولادي؟ هو إيجاد الأ والبي حتى نجد تحويل نقاطي. ما رأيكم أن نقوم بعملية الطرح حتى يذهب هذا؟ لما نضرب يذهب هذا ويكون عندك هذا كل الزاد أ والزاد بي والزاد سي والزاد دي كلهم موجودة. الآن المطلوب هو إيجاد هذا الأ وهذا البي، نقوم بعملية الطرح فيذهب هذا، نجد الأ ثم نعوض فقط كما هو مذكور هنا أمامكم. ها هو أمامكم زاد بي، وتبقى يعني لما يذهب هذا مع هذا تظهر لكم أنه هذا هذا مع هذا، يعني نستخرج العامل المشترك، تبقى هكذا. ها هو الأ، الأ هو ظهر، هو هو عدد مركب طاولته تساوي اثنين تختلف عن واحد فهو تشابه. الآن لما وجدنا الأ نعوضه هنا، عفوا نعوضه هنا، يبقى لنا البي، يعني نجده. ها هو البي بطريقة بسيطة، يصبح التحويل النقطي كليا، يعني كليا هو زاد فتحة يساوي لنا واحد زائد اي في زاد زائد اثنين ناقص. وما هو هذا التحويل؟ التحويل هذا هو التشابه، لأنه وجد تشابه. الزاوية هي بي على 4، النسبة هي جذر 2، والمركز هو بي على 1 ناقص أ، وعوضه ستجدنا إن شاء الله بكل بساطة هذه العبارة. الآن عندنا كذلك تمرين من هنا تطبيقي، ها هو نفسه، أنتم حاولوا فيه، ها هو نفسه مثل ما ذكرت أمامكم. يعني هذه لما نترجمها ماذا تصبح يا أولادي؟ تصبح زاد سي يساوي لنا أ زاد أ زائد بي، وهنا ماذا تترجم؟ زاد بي يساوي ناز أ في زاد دي، أن هذا هو الذي يأتي فيها هذا وهذا هما اللي يأتينا في هذا الطرف، زائد بي. وعوضوا عندكم كل شيء موجود، عوضوا لإيجاد أ وبي بنفس الخطة التي كنت أشرح فيها، وتجدون التحويل الذي طلب منه اللي هو المركز ونصف عناصر مميزة لهذا التحويل. قال يا أستاذ هل هذا إلا مع التشابه؟ لا، مع التحاكي والدوران كذلك، يعني قوموا بهذه حل هذه الجملة فقط. الآن بعد ما أنهينا هذا الشيء سنكمل مع الأمر الآخر. قال تابعوا تابعوا، وإذا قلت أحسستم بالتعب أوقف الفيديو وأعيده لغدا أو مرة أخرى، المهم عليكم بالقضاء على مشكل هذا العدد المركبة. ملاحظة بنفس الطريقة إذا كان التحويل، لاحظوا مثل ما قلت دوران
مثل يعني ما كنت أشرح هنا، ما كنت أشرحه هنا. قال بنفس الطريقة بالنسبة إذا كان دوران أو تهاكي، أو إذا كان التحويل معرفا بمركز ويحول A إلى B. لاحظوا يحول بمركز، التحويل هذا يعطي لكم مركز، يعطي لكم مركز ويحول A إلى B، يعني هكذا. لاحظ ها هو المركز، يحول A إلى B. المركز يحول إلى مركز، المركز دائما هو نقطة سامدة. إذا المركز دائما في التحويل في الدوران والتشابه والتحاكي يكون نقطة سامدة، وعوضوا يعني تجدون. استنتاج وجود تحويل النقاط من النسبة. الآن لما تعطي لك نسبة تقوم بحسابها، ثم يطلب منك أن تستنتج تحويل النقاط أنت. قال اكتب العدد على الشكل الأسي، ثم احسب جداء الطرفين في جداء الوسطين، يعني ارجع تجد طبيعة التحويل. مثال، نأتي مثال ثم تفهمون بإذن الله. عندنا هذه النسبة، لاحظوا كم وجدها، وجدناها هي، لاحظوا هي واحد، هي نصف زائد زائد اي في جذر ثلاثة على اثنان. لاحظوا جيدا، نأتي هنا إلى هذه النسبة نحولها، أو نقول نحولها، أو إن لم نحولها يعني أولا نأسي بالطاولة. هذا لولا عدد مركب طاولة، لو تحسبونها تجدونها واحد. بما أنه عدد مركب طاولة واحد فيصبح دوران. هذا التحويل نستنتج أنه هو دوران الذي مركزه النقطة المشتركة، ويحول هذه التي في المقام إلى البسطي. ها هو أمامكم، يعني استعمل هو استعمل ماذا؟ الكروازي. ها هي من هنا، ها هي أمامكم. نستنتج وجود دوران مركزه النقطة التي ذكرت مرتان، والزاوية هي التي هي زاوية هذا العدد المركب، ويحول التي في المقام إلى البسطي، ويحولها التي في المقام إلى البسطي. ها هي أمامكم، سنقوم هنا بإنجاز التمرين. بين أن ب هي صورة A بتحويل يطلب. لاحظوا ما هو هذا، هذا عدد حقيقي، يصبح هذا تحاكي. تحاكي نسبته، نسبته كم؟ ك تساوي ثلاثة، ويحول الأ إلى البي. ما هو فقط؟ نأتي الآن إلى هذا يا أبنائي، ما هو طاولة كم؟ نعم، ويقول أحدكم وأي والمركز يا أستاذ أين يتنعدم هذا؟ اعكسوا هذا دائما، ومركزه زاد أوميجا يساوي إي. هو هذا ما هو؟ دوران، لأن الطاولة واحد، دوران زاويته بي على اثنان، ويحول أ إلى بي، بي ومركزه ناقص واحد. هذا تابعوا أرجوكم فقط، يعني أنا أستنتج من النسبة، من هذه النسب أستنتج ماذا؟ أستنتج تحويل نقاطي. نأتي الآن إلى، ننتبه، سأقوم بهكذا بالتكبير حتى تفهموا كل شيء. لاحظوا سأقوم بعمل التكبير هكذا. ماذا؟ عندنا هذا كذلك، هذه النسبة عدد مركب، الطاولة تختلف عن ماذا؟ عن اثنان، فهو تشابه مباشر، تشابه مباشر. النسبة ها هي برو، هي هذه بنفسها اثنان، الزاوية ها هي بي، بي على أربعة، والمركز ويحول A إلى B، والمركز هو ثلاثة، هو ثلاثة فقط. الآن هنا لاحظوا إلى الأخيرة هذه، لو تلاحظون هنا هذا أول ما هو عدد حقيقي يختلف عن الواحد، يعني يصبح أكيد تحاكي. تحاكي نسبته ك تساوي لنا ناقص نصف، ويحول الأ إلى البي. أما المركز يا أولادي أين هو؟ لاحظوا لو تلاحظون جيدا، لاحظوا المركز هو أو، لأن الأو لا يظهر هنا أصلا. إذا لما يكون هذا بأن البي ناقص ماذا؟ ناقص صفر، والصفر لمن؟ الصفر هو للنقطة. إذا يصبح هذا التحاكي نسبته كذا، ومركزه النقطة ما هي؟ أو، ويحول الأ إلى البي، يعني بهذه البساطة. كما أبنائي يمكن لنا أن يعني يأتي سؤال ليس على التحويلات النقطية في هذا الشكل، يقول مثلا استنتج أن طبيعة مثلث أو النقاط. لاحظوا هنا هذه ثلاثة، ماذا نقول عن النقاط؟ هذه A و B، إذا كانت هذه نقطة أوميجا في استقامية،
لأن لاحظوا الزاوية هنا الصفر في استقامية، نقول النقاط A و B و أوميغا في استقامية، هنا المثلث قائم، لاحظوا ها هو قائم، ومتساوي الساقين لأن النسبة واحد والزاوية 90 درجة، المثلث A B أوميغا عفوا قائم. يعني هنا لو طرح هذا السؤال، هنا ماذا؟ المثلث كيفي، لا يوجد أي شيء، لأن لاحظوا هنا اثنان وهنا لا يوجد. أما هنا ماذا؟ النقط A وB وO في استقامية، لأن الزاوية هنا كم؟ B، لأنه كل عدد حقيقي سالب زاويته B، وإذا كان موجب صفر. هكذا الآن يعني نكمل مع بقية الأسئلة. الآن نكمل أبنائي مع مجموعة النقط في المستوى باستعمال الأعداد المركبة، ننطلق فيها ونشرحها نقطة نقطة، إلا عنايكم دائم بالتركيز، وإن حسستم بالتعب أقفوا الفيديو وأكملوا. الآن نبدأ بالأول، مثال مجموعة النقط، لما تعطى لنا مجموعة النقط أم يعني دائما إكس إيكغيك، حيث تعطي لنا هكذا، لاحظوا تعطى لنا هكذا، ما معناها؟ أو تعطينا لما نقوم بحساب هذه النسبة، طول هذه النسبة تعطينا الطاولة تعطينا واحد، ماذا نستنتج؟ نستنتج أن الطول A M والطول B M يساوي واحد، ما معناها؟ كلمة واحد معناها هذا، لو نستعمل هنا الكروازي، هذا في هذا يساوي هذا في هذا، لاحظوا ماذا تعطي لنا؟ تعطي لنا A M يساوي B M. مجموعة النقاط يا أولادي في هذه الحالة، أرجوكم تابعوا، هي مستقيم محوري للقطعة AB، هي مستقيم محوري للقطعة AB. يعني كيف، ربما يقول أحدكم كيف يا أستاذ؟ نعم، لأن هذه إحداثيها موجودة، وهذه إكس وإيكغيك، وهذه إكس وإيكغيك، وقوموا بعملية النشر ستجدونها، أو أعطيت لكم مباشرة، ها هي كما تلاحظون هنا، هي هذه القاعدة هي نفسها هذه، ماذا يصبح الطول؟ يصبح الطول AM يساوي BM، أو أم أ يعني لا تهم لأنه طول، تصبح هي هذه. ما هو؟ هو مجموعة النقاط هو محور القطعة أ بي، يعني إذا كانت عندكم قطعة ها هي أ و بي، محورها هو هذا، هذه هي مجموعة النقاط في هذه الحالة. الآن فيكم من يقول يا أستاذ لو لم تكن عندنا مثل هذه، لأن نتابع حتى يعني ندرس كل الحالات الممكنة في هذه مجموعة النقاط، لو أعطيت لنا مثلا هكذا، لما قمنا بحساب AM على BM أعطيت لنا مثلا اثنان، لا تعطينا واحد، ماذا تقول؟ تقول أن AM يساوي اثنان BM. هنا يا أبنائي لا تقول مستقيم محوري، وإنما هذه دائرة، هذه دائرة، إلا أن الدائرة لما تقوم بعملية النشر وكل شيء ستجدون مركزها ونصف قطرها، لأن ليس هذا العدد هو اثنان وهنا واحد، ليس متشابها، لا تكون، أرجوكم لا تكون محور قطعة مستقيمة. الآن نكمل مع مثال ثاني، مجموعة النقاط أم أعطيت لنا بهذا المثال، لاحظوا يا أبنائي إني ألاحظ هنا أن هنا يوجد مرجح ذو الجملة مثقلة، هكذا لاحظوا ها هي أمامكم جي مرجح، لاحظوا اثنان ناقص واحد ناقص اثنان، هكذا مجموع المعاملات لا يساوي الصفر. ماذا يصدر يا أبنائي؟ يصدر أمر بسيط، قوموا بعملية الجمع هنا، أجمعوا هنا، أدخلوا جي وأجمعوا، تصبح هذه الاثنان تذهب مع هذه الاثنان، تصبح ناقص أم جي، لما دخلنا يعني الجي فقط يعني كمرجح، ناقص أم جي تعطي لنا كم؟ تعطي لنا ثلاثة، بما أنها الطاولة الناقص يذهب مباشرة، تصبح أم جي يساوي ماذا؟ يساوي ثلاثة، أم جي يساوي ثلاثة. هنا هذه قيمة ثابتة، هذه ثابتة، والجي ثابتة، أما الأنف المتحركة هذا ما يكون إلا دائرة مركزها النقطة الثابتة، وهذا يمثل نصف قطرها. فيكم يقول يا أستاذ وإن ظهرت هذا هكذا أم جي يساوي ماذا؟ أ بي، أعطيت لنا أم جي تساوي أ بي، الأ بي يا أولادي هو عبارة عن قيمة ثابتة، يعني لو تحسب هذا الطول ستجده خمسة مثلا، تصبح أم جي كأنما تساوي لنا خمسة، هذا ثابت وهذا ثابت، إذن تصبح دائرة نصف قطرها أ بي، نصف قطرها الأ بي، ومركزها الجي فقط، هذه هي مجموعة النقاط في هذه الحالة. الآن لو أعطيت لنا مثلا كذلك، مثلا تعطي لنا هكذا، لاحظوا أرجوكم، لو أعطيت لنا هنا أم أ زائد أم بي
مثلا فقط، أو نزيد أن سي هكذا طاولة تساوينا مثلا ثلاثة. لاحظوا نقوم بالجمع، نقول هنا ليكون إي مركز ثقل هذه الجملة، مركز ثقل هذه الجملة، لأن واحد 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 هو مركز ثقل. تصبح إي اللي هي ثلاثة أم إي، أم إي يساوينا ماذا؟ ثلاثة أم إي يساوينا واحد. نقول مجموعة النقاط هي دائرة نصف قطرها واحد، ومركزها إي مركز ثقل المثلث أ بي سي، مركز ثقل المثلث أ بي سي فقط. الآن نأتي إلى الحالة الأخرى إلى أن نتابع مثال. مجموعة النقاط لما تعطى لنا مكتوبة من هذا الشكل، مثلا تعطى لنا زاد ناقص واحد زائد إي يساوي لنا اثنان في أسية إي تيتا. لاحظوا أبنائي، حيث التيتا تمسح كل الأعداد الحرفية، يعني ماذا؟ يعني أن الطول، ما هو الطول؟ الطول أم، ها هي أم لأن هذا أم لحقته أم، يساوينا كم؟ يساوينا هذا العدد، يساوينا اثنان. الطول أم يساوينا اثنان، كأنما هكذا، لاحظوا كأنما مثل هذه أم يساوينا R. ما هي مجموعة النقاط؟ هي دائرة مركزها هذا ونصف قطرها هو هذا العدد، لأن لاحظوا حيث الزاوية تصبح محصورة بين الشعاع إي وأو أم هي تيتا، ومجموعة النقاط هي دائرة مركزها هو الأ، مركزها الأ ها هو، ونصف قطرها اثنان مثل ما هو موجود في هذه الحالة. الآن نأتي إلى المثال الذي جاء بعده. لاحظوا مثال أربعة، مجموعة النقاط أم، حيث ركزوا معي، لاحظوا هنا زاد أ، زاد ناقص زاد أو هنا زاد ناقص زاد، إلا أن نلاحظ هنا، لاحظوا أرجوكم حتى تلاحظوا هنا الطاولة غير ثابتة، الطاولة هنا كم؟ اثنان ثابت، أما هنا لا تغير تتغير، وهنا الزاوية كيف هي؟ ثابتة، وهنا الزاوية تتغير، الزاوية لما تتغير لاحظوا تتغير الزاوية تصنع دائرة، أما هنا من هو الذي يتغير؟ يتغير الطاولة، يعني يصبح يصدر طول، يصبح طول، إلا أن الكا هو عدد موجب لأنه طاولة، والطاولة عدد موجب. ماذا يعني يا أبنائي لما يتكون هذا هو الذي يتحرك؟ هذا هو الذي يتحرك، تعطي مباشرة، لاحظوا يصبح أ أم يساوينا كا طول، يعني الطول أ أم يساوينا كا، هذا الطول يساوينا كا، والزاوية المحصورة هي بي على اثنان، مجموعة النقاط هي نصف مستقيم، هي نصف مستقيم مبدأه أ ويميل بزاوية 90 درجة. مثلا أبنائي، مثلا ندو مثال، زاد ناقص واحد يساوي لنا ك في أسية إي بي على اثنان، مثلا بي على اثنان، كيف نقول؟ ها هو الأ اللي هي كم؟ واحد، والزاوية الذي يميل بها كم؟ 90، ها هو المستقيم، هذا هو المستقيم لدينا. لو كانت هنا بي على أربعة، بي على أربعة، ها هو المستقيم يميل بزاوية، ناقص بي على أربعة، ها هو المستقيم، ليس المستقيم، نقول نصف مستقيم، عفوا، لأنه نصف مستقيم لأن الكا عدد موجب فقط. الآن عندنا كذلك هذه الحالة، لاحظ هذه الحالة، هذه الحالة مرات تعطى كذلك بقيمة أخرى. كيف تعطى؟ تعطى هكذا أرج، هذه الحالة سأشرحها، تعطى كتابة أخرى لارج زاد ناقص زاد أ يساوي لنا بي على اثنان، هذه هي نفسها نصف مستقيم، نصف مستقيم مبدأه هذا ويميل بهذه. مرات يا أولادي يعطى لكم هنا هكذا زاد بار، زاد بار يا أبنائي لاحظوا، لاحظوا أرجوكم، لما تكون الزاد بار أدخلوا الزاد بار هنا كليا حتى يتغير، يعني كل شيء هنا يتغير والزاوية تتغير، يعني تصبح هكذا زاد ناقص زاد، تصبح لاحظوا زاد ما أ هكذا لارج، تابعوا، تصبح لما ندخل زاد بار هنا هكذا، تصبح لما ننزع هذا هنا يتغير أكيد، لأن يتغير تخيلي في هذا المكان يتغير أكيد، يصبح الزاوية كذلك هنا تتغير، يصبح نصف مستقيم يميل بزاوية ناقص 90 ومبدأه هذه النقطة. مثال سنأخذ مثال، مثلا زاد لارج، لارج زاد ناقص اي يساوي لنا مثلا بي على 6، ويعطي لكم هكذا زاد بار، كيف نجعل يا أولادي؟ ندخل هكذا ونغير هنا، لأن لما ندخل المرافق يتغير، وهنا لاحظوا أصبح لما ننزع هذا
من زا هذا تصبح لارج زاد زائد اي يساوي ناقص بي على 6. تغير لما تنزع هذا تغير الزاويه يصبح نصف مستقيم مبداه هو هذه عينتان هذه عند الناقص اي مبداه الناقص اي ويميل بزاويه ناقص 60 درجه ناقص 30 درجه عفوا ناقص 30 درجه هكذا. الان عندنا كذلك ركزوا معي عندي كذلك زاد بي ناقص زاد ا على زاد سي ناقص زاد ا تكون لما نجد هذه النسبه تعطينا عدد حقيقي 5 10 ناقص 5 ناقص جذر 5 فنقول على النقاط يا ابنائي انها في استقامية. نقول على النقاط انها في استقامية. الان نكمل معه عندنا كذلك لما تجد هذه النسبه زاد بي ناقص زاد ا تعطيك تخيلي صرف تخيلي صرف ماذا تصبح مجموعة النقاط يا ابنائي؟ تخيلي صرف ماذا؟ زاد تصبح لارك لاحظوا لارك زاد بي ناقص زاد اعلى زاد تعطينا 90 درجة او ناقص 90 درجة. تصبح الزاوية المحصورة بين هذا الشعاع وهذا الشعاع هي 90 او ناقص 90. نقول ان نقول ماذا؟ نقول ان اسي اسي هذا الذي هنا في المقام عمودي على هذا. وتصبح النقاط ا بي سي بما انه مثلث قائم فان توجد زاوية ها هو المثلث قائم درستم هذا ا ب سي توجد زاوية تحيط برؤوسه مركزها منتصف الوتر ونصف قطرها نصف طول الوتر أو قطرها أو قطرها أ ب. الآن عندنا كذلك سؤال يطرح كذلك لما يقول بين أن النقط أ ب سي دي متداورة أي تنتمي إلى دائرة واحدة تابعوا ها هي دائرة مثلا ها هي عندي نقطة أ وعندي نقطة ب وعندي نقطة C وعندي نقطة D. يقول يطلب مني أثبت أنها يعني تنتمي إلى نفس الدائرة. فيه يا إما تحسب بهذه النسبة التي تذكر هنا يا إما خطة أخرى. ماذا تفعل أبنائي؟ قوموا ببرهنة هذا المثلث. مثلث يعني فيه أنه قائم. بما أنه قائم يعني تجدونه قائم في أحد يعني قوموا بحساب أطوال المثلث هذا الثلاثة. قلت عفوا A هكذا A ب مثلا سي والدي قوموا بحساب هذه الاطوال بنظرة فيثاغورس ستجدون اينه قائم. بما انه قائم فتوجد دائرة تحيط بهذه الثلاث نقاط حيث مركزها نصف الوتر مركز الوتر منتصف الوتر اذا منتصف الوتر هذه وجدناها. تبقى النقطة دي اللي هي النقطة دي كيف نقوم بحساب يا ابنائي هذا الطول انتم كنتم حسبته يعني وجدتم مثلا 4 اذا نصف القطر كم هو 2 بقيت لكم النقطه هذه دي كيف تحسب قم بحساب هذا الطول بينها بين المركز وهذه النقطه تجدونه كذلك 2 قولوا ان النقطه تنتمي الى نصف الدائره نفس الدائره. شكرا. الان نكمل مثال مجموعه النقاط ام حتى تكون لاحظوا هذه النسبه حقيقيا موجبا تماما حقيقيا لكنه انها موجب يعني لما تحسب مثلا تجد 5 لكن هو لم يقل 5 انما الزاد هنا احدثيها اكس ايكغيك لا نقول حتى تكون تمام تختلف عن الاخر يجب ان نكون نقول ماذا يعني لارج هذه النسبه حتى تكون يعني لارج هذه النسبه كم حتى يكون حقيقي موجب صفر. لماذا صفر يعني هذه يعني هنا موجبا لأن هذه الأعداد الحقيقية كليا هي من هنا من ناقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية إلا أنه حقيقيا موجبا يعني يكون في هذا المكان فقط. في هذا المكان يا أبنائي كم الزاوية؟ كل عدد موجب زاويته صفر حقيقي موجب صفر ها هي لارج صفر يعني تصبح الزاوية المحصورة بين بي أم و بي أم وأ أم صفر ومنه مجموعة النقاط. ماذا تحدث يا أبنائي حتى تكون صفر؟ لاحظوا أرجوكم لاحظوا سأشرح لكم بالتفصيل. ها هي نقطة A وها هي نقطة B. النقطة M إن تحركت هنا M وحتى إن تحركت هنا تابعوا أرجوكم ستفهمون. لاحظوا قلنا ماذا؟ قلنا B B M B M وماذا؟ و A M لاحظوا أرجوكم و A M لاحظوا نفس الاتجاه في نفس الاتجاه هنا كذلك لو جاءت هنا كذلك بي ام ا ام كم الزاويه؟ الزاويه صفر. ماذا تصنع لنا؟ تصنع لنا مستقيم باستثناء هذه القطعه.
فيكم من يقول لماذا يا أستاذ؟ هيا الآن نأتي إلى النقطة أم ونضعها هنا، ماذا تنتج؟ شوفوا لاحظوا A B M و A M، كم الزاوية؟ الزاوية أبنائي هي 180 درجة، و 180 عند ماذا؟ 180 الأعداد التي زاويها 180 هي الأعداد الحقيقية السالبة. إذا هنا نقول أنها لما يكون حقيقي موجب ماذا نقول؟ نقول أنها مستقيم باستثناء القطعة المستقيمة هذه المغلقة، هذه المغلقة. لما تكون آم هنا تكون حقيقي سالب. هكذا. بنفس الطريقة لما يقول هذه النسبة حقيقيا سالبا ماذا تعطينا؟ تعطينا القطعة المفتوحة AB. ها هي الآن سنقوم بشرحها أمامكم حتى تفهموا كل شيء. لاحظوا، تابعوا أرجوكم. ماذا؟ ها هي حقيقي النسبة حقيقي حقيقي فقط. إذا قيل حقيقي حقيقي يعني لهم موجب، هي مستقيم باستثناء النقطة التي في المقام حتى لا يعدم المقام. لما يكون حقيقي موجب هو مستقيم باستثناء القطعة التي ذكرتها. لما يكون حقيقي سالب هي القطعة AB فقط، سالب حقيقي لكنه سالب. لما يكون، لاحظوا، لما يكون هذه النسبة هي تخيلي، تخيل ينتمي إلى C، ينتمي إلى C تخيلي صرف صرف، ماذا نقول؟ هي دائرة قطرها AB، يعني تلك النسبة نجدها تخيلي صرف. مثلا تلك النسبة هي لا تجدونها، يعني النقطة M، يعني النقطة M، يعني لا تجد نسبة 5 ناقص اي او لا، هي هكذا مجموعة نقاط تحفظ فقط. كم تصبح دائرة؟ هي دائرة قطرها AB باستثناء النقطة التي في المقام. هنا لما يكون تخيلي موجب ماذا يلاحظ يا أبنائي؟ لما يكون تخيلي موجب تعطي لكم هذا النصف الأعلى، هي دائرة قطرها AB مفتوحة باتجاه مباشر يعني الجزء العلوي. الآن لما يكون سالب تكون نصف دائرة الجهة السفلية هكذا. عندنا لارج زاد ناقص زاد A تساوي لنا هذه التي شرحتها من قبل، هي قلنا هي نصف مستقيم مبدأه هذا ويميل بهذه الزاوية، ها هو ميله، ها هو باستثناء هذه النقطة التي تعدم هذا المكان. هذه هي مجموعة النقاط في الحالة العامة. كاين كذلك ملخص على المرجح. لاحظوا التحويلات العبارة ليبيتينز هذه لا تهم، المهم هي الاسم أنه هذه الجملة المثقلة. كيف ألفا عندنا هذه العلاقة الشعاعية لما ندخل عليها المرجح تصبح هكذا، تصبح ماذا؟ تصبح يا أبنائي ندخل هنا إلى هذه الجملة، أدخل هنا الجي وأدخل هنا الجي وأدخل هنا الجي وقوموا بعملية النشر ستجدون هذه القيمة. كيف؟ لما نجد هذه القيمة تصبح ماذا؟ لو تلاحظون جيدا وتتابعون تصبح أم جي يساوي هكذا على مجموع المعاملات. ها هي أمامكم الآن مجموعة النقاط. لما يكون هذا سالب مجموعة خالية، لما يكون يساوي الصفر النقطة جي، لما يكون أكبر من الصفر هي ماذا؟ هي دائرة. لما تعطيكم ام جي سلم اي يعني شعاع ثابت ماذا؟ المستقيم الذي يشمل جي وعمودي على الشعاع، هذه مجموعة النقط. إذا مستقيم، هذه مستقيم محور القطعة AB، وهذه A ام سلم بي ام يساوي صفر. يا أبنائي هذه كما تلاحظون ما هي؟ هي دائرة، لأن هذا الشعاع وهذا الشعاع متعامدان، وهذه لا تحدث إلا مع دائرة قطرها AB ونقطة M تتحرك هنا، يعني تصبح هكذا تصبح هكذا. ما هي هذه النقطة؟ قادر أن تنتمي تدور تدور كل مثلث قائم تصبح دائرة قطرها AB. الآن نأتي إلى أسئلة ملحقة، كذلك تحديد طبيعة المثلث. إذا لم تكن أسئلة موجهة الأولى حساب أطوال الثلاثة أرجع ثم حدد طبيعة تذكر مباهنة، يعني لما تعطى لك طبيعة المثلث ولم يعطى لك أسئلة مسبقة قم بحساب الأطوال A B و A C و B C، أحسبوهم وتجدون أنه قائم أو متساوي الساقين أو قائم ومتساوي الساقين، المهم من نظرية الأطوال فقط أو فيثاغورس تجدونه قائم. الآن بين أن النقط A و B من نفس الدائرة التي مركزها يكفي، يعني لما يعطي لك نقاط
ا و بي، ويقول بين انها تنتمي الى دائره. يكفيك ان تحسب هذا الطول وهذا الطول، يعني ها هي اوميجا، احسب هذا الطول وهذا الطول تجدانهم متساويتان، تصبح النقاط كانما تنتمي الى النقطتين ا و بي، تنتمي الى نفس الدائره. جيم، الدائره المحيطه بالمثلث ا بي سي، الدائره التي كنت نتحدث عنها الان، هكذا ا بي و سي، هكذا ا بي سي. ماذا توجد، ماذا نقول؟ يجب ان يكون المثلث قائم، توجد نقطه اوميجا هنا، نقطه اوميجا يعني اوميجا هكذا، نقطه اوميجا هي هذه هي مركز تلك الدائره التي هي تمر على منتصف، هي منتصف الوتر، هي منتصف الوتر. وحيث منتصف كيف نستخرجه؟ هو هذا زائد هذا على اثنان، ونصف قطرها هو نصف، هو هو نصف نصف بعد الوتر. اذا كل مثلث قائم، كل مثلث قائم يوجد فيه دائرة تحيط برؤوسه، مركزها منتصف الوتر، ونصف قطرها هو نصف طول الوتر بهذه الطريقة. نأتي الآن إلى الحالة الأخيرة، طبيعة الرباعي. لقيت طبيعة الرباعي يا أبنائي، عليكم بالتركيز معي. الآن نكمل مع طبيعة الرباعي. الرباعي يا أبنائي عندما يطرح هذه الأسئلة يقول مثلا بين أن طبيعة الرباعي، أولا أنه متوازي أضلاع. المتوازي أضلاع يا أبنائي، متوازي أضلاع يجب أول شيء عندك طول، هاك عندك متوازي أضلاع A B C D، يكفيك أن تحسب مركبة هذا الشعاع وهذا الشعاع، لكن احترموا اتجاه الشعاع A B يساوي D C. إذا وجدتم هذا الشيء فاعلموا أنه الرباعي هو متوازي أضلاع لا جدال فيه، أو فيه قطران، لاحظوا فيه قطران اللي هو AC، كيف هما؟ ليس متساويان، متناصفان فقط، هذا وهذا متناصفان. مثل ماذا؟ متوازي أضلاع، لاحظوا ها هو قلنا AB يساوي DC، يصبح إذا بعد ما قلنا متوازي الأضلاع يجب أن يكون فيه شعاعان مثل ما ذكرت هنا متساويان، أو كذلك ماذا؟ إذا حتى يكون شعاع متساويان يعني هذا ناقص هذا يساوينا متساويان، أو فيه قطران، القطران تابعوا جيدا هنا، القطران متناصفان. ما معنى كلمة القطران متناصفان؟ معناه زاد، لاحظوا ها هو الشكل، معناه زاد بي، ها هو زاد اللي هو زاد بي، هذا هو البي زائد ماذا؟ زاد دي هذا على اثنان، اذا زاد هكذا القطران زاد دي زائد زاد بي على اثنان، ماذا يساوينا؟ يساوينا هذا اللي هو زاد سي زائد زاد ا على اثنان. اذا وجدنا هذا الشيء ابنائي فيكفينا ان نقول انه متوازي اضلاع، يعني متوازي اضلاع. كي تبرهنوه دائما عليكم يا اما تجدون هذا الشعاعان متساويا او القطران متناصفان، يعني يحققان هذه القاعده بهذه البساطة. الآن فيه مرات كيف يقول السؤال، تابعوا، فيه مرات يقول عين، يقول عين زاد مثلا دي حتى يكون الرباعي، الرباعي A B C D متوازي أضلاع. كيف نقول أبنائي؟ علينا قلنا حتى يكون متوازي أضلاع اللي هو هنا A B C D، يكفينا أن نقول قلنا A B يساوينا ماذا؟ دي سي، ترتيب. كيف نجد إحداثية دي حتى يكون متوازي أضلاع؟ بكل بساطة قولوا دي ليكون دي، دي إحداثيها إكس وإيكراك، أو إكس صفر إيكراك صفر. لاحظوا أبنائي ماذا تصبح؟ عندكم هذا الشعاع أبي مثلا، مثلا وجدتم أبي يساوينا اثنان وواحد، يساوي ماذا؟ يساوينا دي سي، الدي سي يمكن أن تكون عندك مثلا واحد ثلاثة ناقص إكس صفر ناقص إيكراك صفر. كيف تقولون؟ تقولون هذا يساوي هذا، وتبدأ بإتيان الموجب، معنى تصبح هكذا اثنان ناقص تساوي لنا واحد ناقص إكس صفر، يصبح لما نقول هذا من هنا وهذا من هنا يصبح إكس صفر كم يساوينا؟ يساوينا ناقص واحد، لأننا نقول هذا يصبح زائد وننقول هذا يصبح ناقص واحد، ها هي إحدى الإكس. وبنفس الطريقة تستخرجون الإيكراك، تستخرجون النقطة حتى يكون الرباعي متوازي أضلاع. هذه دائما تذكر هذه في خص المستطيل المعين والمربع ومتوازي الأضلاع. الآن هذه في خص متوازي الأضلاع. نأتي الآن إلى المعين،
المعين. ما هو المعين؟ لاحظوا أبنائي، المعين هو متوازي أضلاع، يعني هذا الشرط يتحقق، لكن فيه، لاحظوا المعين ما هو، لو نأتي إلى المعين نجده هكذا المعين، هذا المعين، فيه ماذا؟ فيه ضلعان متجاوران، إذا قلنا A B C D، هذا الضلع وهذا المتجاور يكونان كيفهم؟ متقايسان، متجاور متقايسان، هذا الشرط الأول. أو تعريف آخر، فيه قطران، هام القطران، متناصفان ومتعامدان، متناصفان ومتعامدان، لاحظوا هنا، إذا هنا ها هو متوازي أضلاع، فيه ضلعان متجاورا متقيسا، إذا يصبح هذا هو التعريف الأول. التعريف الثاني ما هو؟ أن القطران، لاحظوا، متناصفان مثل متوازي الأضلاع، إلا أن القطران يكون متعامدان، يعني نحسب دي بي سلمي ماذا؟ سلمي أسي نجده يساوي الصفر، هكذا. الآن نأتي إخواني الأقطار المتناصفة متعامدة، الآن الأقطار المتناصفة متعامدة، إلا أن نأتي إلى المستطيل. ما هو المستطيل؟ المستطيل هو متوازي أضلاع، إذا هذا الشرط الأول، هذا دائما الشرط يتحقق. فيه ماذا؟ لاحظوا إلى الشكل A B C D، فيه زاوية قائمة، إذا فيه زاوية قائمة، كيف؟ مثلا نحسب هذا سلمي، هذا الجداء السلمي يعطينا الصفر، وهو متوازي أضلاع، يعني الشرط الأول يتحقق هذا الأمر، لاحظوا يتحقق هذا الأمر، ولكن فيه ضلعان متجاوران متعامدان، يعني الجداء السلمي كما أشير هنا، يعني هذا مثلا هذا سلمي، هذا اللي هو A B سلمي ماذا؟ سلمي A D يساوي الصفر، فهو متوازي أو هو مستطيل. أو فيه تعريف آخر، القطران متناصفان متقيسان، متناصفان ها هم، إلا أنه فيه متقيسان، القطران يعني هذا وهذا، إذا كانت فيه القطران متناصفان ومتقيسان فهو كذلك مستطيل، يعني فيه كم؟ فيه تعريفان، يا إما هذا يا إما هذا التعريف. التعريف هو أمامكم مشروع. نأتي الآن إلى المربع. المربع هو يشمل كل الخواص هذه التي ذكرت. هو ماذا؟ هو متوازي أضلاع، يعني هو معين بالدرجة الأولى، إلا أنه هو متوازي أضلاع، يعني هذا الشيء يتحقق. لاحظوا أبنائي، يعني الأمور بسيطة، لهذا نقول مربع، يعني أصبحت فيه كل الأشياء يعني تتحقق. هكذا، ها هو مثلا مربع، تابعوا جيدا أرجوكم، ها هو مربع مثلا، هذا مربع هكذا A B C و D، ننتبه، فيه ماذا؟ هو متوازي أضلاع، يعني هذا الشعاع وهذا الشعاع متساويان، لكن بما أنه هو متوازي أضلاع فيه ماذا؟ فيه ضلعان متجاوران متقايسان متعامدان، إذا لهذا قال هو ماذا؟ هو معين، هو معين، ما هو المعين؟ متوازي أضلاع فيه ضلعان متجاوران متقايسان، لاحظوا هو المربع هو معين لكن فيه الزيادة على ذلك زاوية قائمة، زاوية كيف هي؟ قائمة، هذا الأمر الأول، يعني لما نأتي هنا إلى الشرح تابعوا أبنائي، نأتي إلى هنا، ها هو هو متوازي أضلاع فيه ضلعان متجاورا متقيسان وكذلك متعامدان، يعني الجداء السلمي كم يساوي؟ الصفر، هذا التعريف الأول. تعريف ثاني، هذا فيما يخص أو فيه قطران متناصفان متعامدان متقيسان، ها هما القطران يا أبنائي، ها هو القطر الأول وها هو القطر الثاني، متناصفان يعني كل هذه القيم متساوية ومتعامدة، كيف؟ يعني يصبح هذا، هذا تعريف، يعني AC AB يساوي DC، يعني يصبح الطول، إذا الطول هذا يساوي هذا وكذلك كذلك متعامدة. أما قضية القطران، قطران متناصفان متقايسان متعامدان، ثلاث شروط، يعني المربع له تعريفان، يا إما هو متوازي أضلاع فيه زاوية فيه ضلعان متجاوران متقايسان متعامدان،
أو فيه قطران متقايسان متعامدان متناصفان. هذا هو التعريف للمربع، يعني يا إما هكذا يا إما حسب المعطيات التي أعطيت لك في التمرين. الآن الشبه المنحرف، ما هو الشبه المنحرف؟ هو رباعي. ها هو الشبه المنحرف، لاحظوا أبنائي، ها هو شبه منحرف، هذا هو الشبه منحرف A B C D، فيه ضلعان متقابلان متوازيان. يكفينا يا أبنائي، يكفينا لاحظوا أن نقول هذا A B يساوي K في D C، يكفينا أن نجد هذا. إذا وجدنا أن هذا وهذا مرتبطان خطيا وغير متساويان، فهو ماذا؟ فهو شبه منحرف متوازيان. وآخران غير متوازيان، وهو على أنواع القائم والمتساوي الساقين، يعني فيه قائم وفيه متساوي الساقين وفيه الكيفي وفيه كل شيء هكذا. حتى يكون شبه منحرف مثلا متقايس متساوي الساقين، يعني نجد هذا الطول وهذا الطول متساويان. حتى يكون يعني قائم يكفينا أن نجد فيه واحدة، وهذه لا، نجد أنه هذا الشعاع سي أ وسي دي جداء السلمي بينهم يساوي صفر، فتصبح شبه منحرف قائم هكذا. وبهذه قد قمنا بختم هذا المختصر العظيم للأعداد المركبة والتحويلات النقاطية ومجموعة النقاط. كما نتمنى من الله عز وجل أن يعجبكم هذا الشرح وأن ينفعكم نفعا جميلا، كما أنصح دائما بكتابة الحلول ومتابعة الفيديو يعني حرفا بحرف حتى يحل مشكل هذا المحور للأعداد المركبة. ولا تنسونا أخيرا وأرجوكم لا تنسونا بالدعاء كي نكمل المسيرة معكم. الدعاء الوحيد الذي أطلبه منكم هو الصحة وترحما على أمي رحمة الله عليها، رحموا عليها فهي محتاجة إلى دعواتكم، جزاكم الله خيرا. وزوروا موقعنا الموجود أسفل الفيديو ليصلكم جديدنا، وجزاكم الله خيرا وشكرا.